مساء الفل والسلام عليكم. يا ريت بس نعمل بقى ريتويت كده نشارك المساحة مع الناس، وعايز أتأكد إن أنتوا سامعيني. اللي سامعني يرفع إيده كده أو يعرفني إن هو موجود وسامع. المساحة دي مهمة جدا، وعايزين كل الناس اللي قرروا إن هما ينضموا للمساحة يعرفوا إنها بدأت. مسعد سمعني؟ سمعني. طيب زي الفل زي الفل. إحنا هنبدأ على طول عامة، يعني بعد 4 دقايق كده عشان ما نضيعش وقت، عشان عارف إن أنت مشغول، فهنحاول بقدر الإمكان يعني إيه نغطي كل النقط اللي أنت عايز تتكلم فيها، وبعد كده ناخد أسئلة من الناس إن شاء الله. واتمنى ان المساحه تفيدهم. هي المساحه هتتسجل، هي بتتسجل دلوقتي، وكمان بعد 2 او 3 هتبقى متاحه على البودكاست، ومتاحه على يوتيوب. بس طبعا هي فرصه للناس اللي موجودين ان هم يبعتوا الاسئله بتاعتهم او يسالونا دلوقتي. احنا لما نبدا هنبدا بالاسئله بتاعت الناس اللي هم علقوا على المساحه، بالظبط، تمام. لان احنا وعدناهم ان هي هيبقى في اولويه ليهم يعني. فانا هبدا دلوقتي ادور على كل الاسئله واجمعها في مكان واحد عشان نقدر نجاوب عليها اول ما نبدا على طول. تمام. طيب، هو ممكن مسعد يعرفنا بنفسه؟ وهو اولا هو يعني حبيبي واخويا وعايش في رومانيا، والراجل ده يعني واخد شهادات كتير جدا وعنده نتائج عالية جدا جدا مع العملاء بتوعه، وهو أصلا اللي ماسك البلان بتاعتي دلوقتي. يعني هو البيرسونال ترينر بتاعي، فوق إن إحنا أصحاب، وطبعا يعني إيه معذبني ومواريني الويلات، وهيكلمكم أكيد عن الموضوع ده النهاردة يعني. وإن شاء الله هتستفيدوا. فاتفضل يا مسعد، عرفنا عرف عرف الناس بيك. حبيبي والله، يعني أولا أحب أشكرك على اللقاء الجميل ده، وأحب أقول للناس إن أنت كنت تعبان أصلا وقلت لك نأجلها، بس أصريت عشان أنت وعدت الناس، فنشكرك يعني بمليون سبب بصراحة. ربنا يخليك. لا، لازم، طالما وعدنا الناس يبقى لازم نكون موجودين. أكيد طبعا. أنا طبعا مسعد أبو المجد، أخصائي تغذية علاجية وراضية ومدرب دولي. اتخصصت في المجال ده بعد ما خلصت الكلية بتاعتي، اللي هي ما كانش لها علاقة أصلا بالتغذية ولا التدريب، ولكني لأني بقالي 21 سنة بتمرن، فالمجال يعني في دمي من صغري. فدرست بعد كده الموضوع منفصل لغاية ما خلصت الماجستير في التغذية الرياضية. طبعا درست التغذية العلاجية ودرست الهرمونات، كنت عاوز أشتغل بالهرمونات مع الناس، يعني أعمل تيم قوي، بحيث طبعا الهرمونات بتخلي شكل العميل قوي جدا. فبعد كده استحرمت الموضوع وقلت لا، هشتغل طبيعي بس، وبرفض أي طلب للمتابعة بالهرمونات. جميل. فأنا حاليا أنا شغال في المجال ده حوالي 8 سنين، النتائج مجال باينة التغذية بصراحة. والتدريب. النتائج باينة. أنا شفت النتائج على فيسبوك، دي من أول الحاجات اللي شجعتني إن أنا أكلمك بصراحة. ده كمان والله في حاجات ما نزلتهاش لأن أكتر متابعيني حريم. فأنت مش عايز تشارك طبعا. في حاجات ما بتنزلش يعني. طيب، انا عندي سؤال، وده يعني انا عارف الاجابه ومقتنع بيها من زمان جدا وانت اكدتها لي، بس عايزين عايزين من الاخر كده، الجيم اللي بيخسس ولا الاكل اللي بيخسس؟ الجيم ولا الدايت؟ لا، الدايت بالظبط. يعني دي الإجابة السريعة المختصرة. الدايت هو المسؤول عن التخسيس أو زيادة الوزن. اللي بيحصل في الجيم هو مجرد حرق سعرات حرارية. السعرات الحرارية مش شرط إنها تكون دهون بس، فالجسم بيكون مخزن الأكل أصلا في مخزن اسمها الجلايكوجين، دي بيبدأ يحرق منها الطاقة عشان
تديله الباور بتاع التمرين او اي عمل شاق عامه. بعد ما يخلص بقى المخازن دي، ده لو خلصها يعني، يبدأ يخش على الدهون. فاحنا وظيفة التمرين فقط ان هي حرق سعرات حرارية، تقوية عضلات، لكن ملوش علاقة بالتخسيس. زي ما بيقولوا، زي ما قلت لك في مرة، لازم ناكل عشان نخس. بالظبط، لازم ناكل عشان نخس، لأن الناس مفكرة دايت يلا بينا دايت يبقى أنا حرمان، يعني أنا هجوع لما أموت، يعني آكل وجبة يعني آكل كله مسلوق، مفيش الكلام ده، لازم تاكل كتير عشان تحرق. بالظبط. انا الفترة اللي انا متابع معاك فيها، يعني بقالنا دلوقتي حوالي شهر ونص، انا اكلت في الشهر ونص دول اكتر من مثلا ال6 شهور اللي قبله، ومع ذلك خسيت اسرع بكتير جدا. يعني انت فاكر اخر نتيجة بعتها لك؟ يعني كان في فرق كبير جدا. بالظبط، يعني احنا اول ما اتكلمنا طبعا بسأل انت كنت بتتابع نظام غذائي عامل ازاي، كنت بتاكل قد ايه، بحيث بناء عليه احط النظام الجديد. فانت قلت لي انا كنت ماشي صيام متقطع. صيام متقطع اخرك تاكل وجبه ولا اتنين في اليوم، بالظبط. ونسبه الدهون عاليه. قلت لك لا، نرمي بقى الكلام ده خالص، عشان انا بقى ناكل بقى 4 وجبات وهناكل كل حاجه. أنا باكل دلوقتي 4 وجبات، وباكل لحمة وسمك وفراخ وحاجات جامدة جدا، فهنا وخضار برضو كتير. النقطة دي أنا أكلت خضار في الفترة دي يا جماعة، يعني ولا أرنب في مزرعة. حقيقي يعني كانت فترة، هي فترة جميلة لسه مستمرة، مش كانت هي لسه مستمرة. حتى أنا يعني أنا جالي برد امبارح كده، ومع ذلك ما تخليتش عن الدايت برضو. ايه يعني، عملت شوربة كده بس وبخضار برضو، اللي هو برضو ما خرجتش عن حيز الحاجات اللي باكلها. ما رحتش كلت بقى ايه، قلت لا ده انا هجيب بقى ماكدونالدز واكل برجر واكل بيتزا، انا عيان وهفتان. بالعكس، الكاربس الكتيرة دي زيادة عن اللزوم هي اللي ممكن تكون السبب ان الانفلاميشن يزيد، ان الالتهابات تزيد بسبب الكاربس دي وبسبب الحاجات المكررة. وممكن يعني مسعد لو انا غلطان يصحح لي، بس السكر والدقيق، الحاجات اللي هي المكررة ديت والمصنعة، هي ممكن تزود الالتهابات عندك اكتر طبعا من اي اكل تاني. أكيد طبعا، السكريات خاصة هي السبب الرئيسي في الإصابة بالالتهابات. الالتهابات دي اللي بعد كده بتترجم لسكري، أمراض قلب، لسكتات، لبتاع. هو اصلا كان في سؤال، والله سؤال كويس جدا من علي النحال، كان كاتبه بيقول ان انا بسبب ظروف شغلي وبعدي عن البيت كل اكل معلبات، ومش باكل كتير بس عندي مشاكل في معدتي ووزني بيزيد. فهو واضح اصلا الاجابه جوه السؤال، بالظبط، هي الإجابة جوه السؤال. لان هو الاكل المعلبات طبعا، الحاجات المحفوظه دي فيها اضافات كتير جدا، هي هدفها ان انت تحب الاكل ده وان انت تدمنه. والاضافات دي هي المسؤولة عن تخزين مية وتخزين دهون، وبتاكل منها من غير ما تحس. فهي في طبعا، وطبعا في الاخر بتنتهي بمشاكل في المعدة، ده مش مفيش كلام. فهو حتى لو انت ظروف شغلك، يعني انا كنت في فترة من الفترات برضو عايش لوحدي قبل ما يعني ما اتجمع بالعيلة، فبرضو خدت حوالي 6 شهور كده كنت باكل صحي والكلام ده. ومع ذلك انا كنت بسبب ظروف، يعني ظروف شغلي بشتغل، كنت برجع متأخر شوية، بس برضو كنت بلاقي وقت باكل. يعني كنت اكل خضار، مش لازم اعمل شغلانة. هو الخضار زي ما هو ني، طبعا مش البطاطس يعني ولا الكوسة باكلهاش نية، بس ايه الخضار في العموم باكله ني. اللحمة حاجة بسيطة كده اروح مقلبها في شوية زيت زيتون واكلها وخلص الموضوع، ولا معلبات ولا حاجة، ما كنتش بعتمد على المعلبات خالص. فهو دايما، وبرضو مسعد يعني يضيف على النقطة دي، دايما في حل مهما كانت الظروف. طبعا اكيد. هو يعني قابلت كتير ناس عملاء شغالين طول الوقت بره، عندهم نفس المشكله. انا شخصيا واحد من الناس، ما برضه شغال بره، ما فيش حد كان بيشتغل في البيت الا مثلا لو كان شغل معين. انا دايما الحاجه اللي بعملها واللي بنصح بيها كل الناس بتعمل معايا، اللانش بوكس. جيب اللانش بوكس وتحط فيه الوجبات بتاعتك. هتقول لأصلك الناس هتضحك عليا، اصلك الناس هتتريق عليا، انت ايه عم رايح المدرسه، جاي الحضانة،
ما تسيبي للطريق الطريق وتسيبي اللي يتكلم يتكلم. انت لازم تدور على صحتك في المقام الاول مش على الناس اللي بتقوله. بالظبط. فانت وجباتك الصحيه ايه؟ لازم يكون فيه خضروات، لازم يكون فيه فاكهه، لازم يكون فيه بروتينات. يبقى كل الكلام ده هحطه في وجبه. طب اديله بقى مثال مثلا على وجبه عشان ما يقولش انا بقول كلام عام. لو هنتكلم مثلا على لو بيض مسلوق مع طبق سلطه فيه خس وجرجير وخيار وطماطم مع شوية بصل لو حابب يعني، أدي دي اسمها وجبة إيه صحية، حطها كده إيه على جنب في اللانش بوكس. أو فراخ مع رز مع شوية بروكلي ولا شوية كرنبيت ولا شوية فاصوليا، دي برضو مثال لوجبة تانية تحطهم في اللانش بوكس بتاعك وتاكلهم. الاعتماد على المعلبات فقط مش هيدمرك بس جهازك المناعي، لا هيدمر الجهاز الهضمي والمناعي، واحدة واحدة هتلاقي مشاكل صحية أكبر منك. ما ينفعش، لازم ناخد الموضوع بجد، ناخد أكلنا معانا. بالظبط. وكمان حتى لو انت يعني لو انت ما عندكش وقت خالص بقى، ودي حاجه برضو انا عملتها في فتره من الفترات، لو انت ما عندكش بقى وقت خالص طول الاسبوع وعندك يوم اجازه، لو انت قعدت 3 4 ساعات في يوم الاجازه تعمل وجبة الأسبوع كله ميلز بريبريشن كده، وتحضر كل الوجبات، كل يوم بتاكل لك مثلا 3 4 وجبات، اعملهم وفي علب وفي الثلاجه بس زي الفل، حاجة بالظبط، تاخدها تطلعها تسخنها تاكلها، هتسخنها مفيش أي وتاكلها حاجة. فهي في بالظبط. حل، في حل يعني، هو في دايما في حل لكل حاجة، احنا بس اللي بنلجأ للحاجات. هي الطبيعي ان المعلبات تعجبنا، لان هو زي ما انا قلت بيحطوا اضافات معينة، هي الاضافات دي هي المسؤولة عن، هي بتستهدف نظام المكافآت عندك، فهي أكيد بتخليك طبعا تحب اللي انت بتاكله ده، زي السكر بالظبط، السكر بيخليك مبسوط أكيد فبتاكل شوكولا. يعني على فكره انت لو بتاكل شوكولاته مثلا، الشوكولاته ليها عامل كبير جدا في ان انت تبقى مبسوط او مستريح، السكر طبعا طبعا اللي فيها بيساعد، بس على فكره انت لو كلت شوكولاته 85% اللي هي درجه 85% او 90%، مش هتبقى يعني هتبقى فايق بس مش مبسوط زي بتاع اللي فيها سكر. انا باكل ال 85% دي، باكل مثلا ايه مربع كده في اليوم، يعني اللي هو عارفين انتوا اللي هي ايه، حته كده ايه دي انا باكلها، لان انا اصلا انا يعني مع القهوه كده بس، هي لوحدها من غير السكر مش هتحس بتاثيرها، لان انت خدت كمان، لان انت كمان دربت مخك على كميات عالية من السكر ومن الدقيق ومن الإضافات التانية، فبتحتاج وقت كبير. لذلك أنت أو أي حد لما بيبدأ الدايت بيلاقي نفسه مقريف وبيلاقي نفسه تعبان وبيلاقي نفسه معرفش كل ده، لأن دي أعراض انسحاب. بالظبط. مع الأكل احنا يعني كنت بتكلم كده مع حد أخصائي علم نفس، وكان بيتكلم في إن الأكل إدمان، بالظبط. فكنا بنوصل للنقطة دي إن الأكل إدمان، لأن أي حاجة أنت بتتعود عليها أصلا تبقى إدمان. ما هو الإدمان مش معناه إن هو بس إدمان مخدرات، إدمان العادة. أنا بالظبط. باكل سكريات كتير خلاص أنا اتعودت على كده، أنا مش هينفع أبطلها وليها أعراض انسحاب. أنا بشرب سجاير تبقى إدمان مش هقدر أبطلها، ليها أعراض انسحاب بفكر فيها، قوة العادة أكبر مني. فلازم تكون جد أوي مع نفسك تغير العادة دي. أغيرها إزاي؟ مش هقول لك إمنعها مرة، إمنعها واحدة واحدة، المهم تمنعها. بالظبط. احنا في اضافه اصلا اللي هي بتتحط في الاكل اللي هي المونوسوديوم جلوتاميت دوت، ده اللي بيخلي اصلا الاكل حلو، ده اللي بيخلي الاكل طعمه حلو عند ماكدونالدز وعند كي اف سي وعند الناس دول، وهو مضر جدا، هو نوع ملح بس طعمه حلو، يعني لو كلته لو دقته كده بنفسك وابيض عادي، لو دقت الباودر بتاعه بنفسك كده هتلاقي طعمه حلو جدا، بس هو من الحاجات اللي مسؤولة عن أمراض كتير ومضاعفات كتير جدا، تقريبا بيسموه في مصر ملح صيني أو حاجة زي كده، يعني مضر جدا، وده موجود في كل الأكل اللي هو المحفوظ والأكل اللي بيتباع في محلات الأكل، كل المطاعم بلا استثناء بتحطه في الأكل بتاعها،
اي مكان، بالظبط. ومضر مضر يعني، لان هو بيرفع الضغط اكتر من العادي على حسب ما انا اعرف يعني. هو بالظبط هو بيرفع الضغط اكتر من ملح اللبن بتاعنا العادي ده جدا، بيطهره والضغط في ده السمك. انا معلش انا قاطعتك، بس الضغط ده يا جماعه غلط جدا يعني، انت مش متخيل. انا كان في لسه واحد في قناه انا بتابعها اسمها مور ديتس مور بليتس، هبقى ابعت لكم اللينك ده، كان بيتكلم على واحد صاحبه طبيعته كان جسمه حلو ما بياخدش اي حاجه، بس كان الضغط بتاعه عالي بس مات منه. فالضغط انت متخيل بقى ان انت بتخلي نفسك عندك ضغط من غير ما يكون عندك ضغط، فبتضر نفسك جدا. فهي دي حاجه من الحاجات اللي هي اسمها بالعربي جلوتامات احاديه الصوديوم، ومتهيألي في مصر بيسموها ملح صيني، لان هي مرتبطه بحاجه اسمها متلازمه المطعم الصيني. هو للأسف الناس يقول لك إيه؟ عنده شوية ضغط، ده مش حاجة يعني، الفكرة إن الضغط سواء منخفض أو مرتفع بيأثر تأثير سلبي على القلب، خلي الأوعية بتاعت القلب بتبقى بتشتغل فوق طاقتها بأضعاف مضاعفة، فطبعا لو في واحد خلاص يعني القلب تعبان أوريدي أو الشرايين عنده مش مستحملة خلاص بيروح فيه. حاجة صعبة جدا يا رب. لغاية دلوقتي تكونوا، أنا هناخد أسئلة طبعا، أنا شايف ريكويستس جاية هناخد أسئلة، بس إيه إحنا بس بنعمل مقدمة ليكوا عشان نهدم شوية أساطير كده في موضوع الأكل والشرب، لأن في ناس كتير متخيلة إن جوع نفسك عشان تخس أو انت ممكن تقول لهم يعني انت مثلا بتاكل مسلوق بس. لا 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 خالص خالص. انتوا عارفين هو بيقول لي يعني، هو مثلا في البلان اللي عملها لي، اللي مسعد عملها لي، ما بيقوليش اعمل كذا، لا بيقول لي مثلا انت هتفطر بيض وسبانخ وطماطم. انا بعمل ايه بقى؟ ومثلا ايه، وعندك مثلا اليوم ده 20 جرام زيت زيتون، انا بقى ايه اشقلبهم في الاربع وجبات. فبعمل ايه؟ بعمل مثلا شكشوكة سبانخ، دي يعني من اعظم الحاجات اللي اخترعتها، شكشوكه السبانخ والله العظيم حاجه، بصوا عظمه. 3 بيضات، شويه السبانخ مع الزيت والطماطم، واحط فيها البيض، بقت شكشوكه السبانخ. طبعا باكلها من غير عيش، بس فطار قوي جدا تخيلوا. وبعدين السبانخ ايه، انا ما بتكلمش في مثلا ايه معلقتين سبانخ، انا بتكلم في بتاع قد ايه، تقريبا ربع كيلو يعني، بيتحط داخلين في ربع كيلو. في الطاسه. فانت يعني في كمية أكل. الفراخ مثلا بيقول لي أنت هتاكل فراخ وهتاكل معاهم رز. أنا بعمل بقى الكلام ده إزاي؟ هو ما يعني مثلا أنا كنت في الأول دايما أسأله على كل حاجة، أسلق الفراخ وأحطها في الفرن وأشرب الشوربة، يقول لي ينفع. طب أعمل كذا، يقول لي ينفع. طالما أنت في الحيز فأنت تمام، طالما أنت في الكمية اللي هي المفروض مناسبة لجسمك أو مناسبة للي أنت عايز تحققه تبقى أنت تمام. أهم حاجة تبقى الكمية مناسبة أو ما تتعداش عدد الكالوريز بتاعت اليوم. بالظبط. وعلى فكرة لما تاكل 4 مرات، وبرضه في حاجة قبل ما أتكلم على الحكاية دي، طول ما أنت حاسس إن أنت جعان في الدايت، لأن أنت ممكن تكون بتاكل كتير في الدايت، بس لما تحس إن أنت جعان يبقى كده الدايت شغال، حتى لو بالظبط. بتاكل كتير. لان كده معنى كده ان الدايت اللي انت بتاكله او العناصر اللي انت بتاخدها من الدايت ده هي فعلا بتساعد في ان جسمك اشتغل، الميتابوليزم بتاعتك شغاله، الحرق بالظبط شغال. بالظبط. فهو ده مثال للاكل بتاعي مثلا يعني جيت انا من كام يوم قلت له مثلا ايه، انا بحب الكبده ابدلها بدل اللحمه، قال لي اعمل كذا 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 وبدلها. فانت الدايت مش حرمان، ممكن تاكل اي حاجه بس حاجات طبيعيه وخضار اكتر ومعموله في وبالطريقة اللي البيت، انت عاوزها. بس اهم حاجه تكون معموله في البيت، معلهاش اضافات، مش معلبه، مش محفوظه لوقت طويل، الحاجات دي كلها. فانت لا، الدايت مش جوع خالص يعني. بالظبط. وبعدين انت بتاكل مثلا فاكهة، بتاكل خضروات، طبعا بتاكل تقول لي ده انا حشوي هقلي هسلق، بقول لك براحتك بس بس في الاخر في اطار اللي انت محتاجه، جسمك محتاجه ولا ازيد ولا اقل. بالظبط، فاحنا لان مثلا
في ناس يقول لك لا لا، الدايت كله حرمان، الدايت كله حرمان. لا اصل كده رحت للدكتور وكاتب لي زبادي، انا شفت انظمه غذائيه اللي هو ايه، زبادي طول اليوم، واليوم اللي بعده فاكهه بس، اليوم اللي بعده خس عجب بس عجب، حاجه. الواحد بيشوف عجب. الله العظيم. وبعدين بقى الكيتو، تحط زبدة على القهوة وحاجات، ايه ده يا عم، في ايه ليه كده يا جماعة؟ وعيش بالطحينة وحاجات كده، سمعت انت على الكلام ده؟ لا طبعا، انا اكتر، انا في حلقه اضطريت اشيلها من على اليوتيوب، لان انا من النوع زي ما قلت لك قبل كده، ما احبش حد يشتمني مثلا او حد، لا بص انتقدني عادي، انتقدني مفيش مشكله، بس ما تشتمنيش يعني، فاهم يعني، عيب او اهلي ما لهمش ذنب ان اتشتم بالام وبالاب عشان خاطر الكيتو دايت، بالظبط. يعني انا اقسم بالله يعني، لو ده انا لو بغلط في ديانه تانيه ما كنتش اتشتمت كده مثلا. ها كنت بعدين تتكلم على الكيتو. كنت بتكلم عن اضرار الكيتو، الاضرار اللي المفروض تعرفها، لان الكيتو من ليه اضرار مصيبه، تموت لا، ما معلش. بتاع الكيتو على فكرة واخدينه ديانة، يعني خلي بالك، يعني هم بتوع الكيتو بيعتبروا الكيتو ده ديانة، ديانة الكيتو. بالظبط، الكيتو هو في حرفيا حد بيضحك اهو. هو الكيتو حرفيا ممكن يؤدي للوفاه، انا مش بهزر، في بعض الحالات ممكن فعلا في والله. نفس الوقت هو لبعض الحالات علاج، وهو اصلا اول ما تم اكتشافه كان العلاج الصرع فقط لا غير، لما لقوا مرضى الصرع بيخسوا مع النظام ده قال لك ندخله. بس الفكره بقى ان الابحاث لما ركزت على الموضوع ده لقت بعد ما قسموا مجموعات كبيره والسنين طويله وقاسوا دي مجموعه بتمشي دايت ولكن في حساب سعراتهم، يعني مش بياخدوا اكتر، ودي مجموعه ماشيه بهاي بروتين ولو كارب، ودي ماشيه بهاي كارب ولو بروتين، في الاخر لقوا النتائج كلها واحد، مفيش افضليه ولا الكيتو ولا الغيره، بالظبط يا عم. هو وخساره كميه الدايت، دهون. الدايت انا من رأي هو الدايت كل صحي، كل اقل عايز تخد كل صحي، وكل ما اللي انت محتاجه في اليوم، لو عايز تمنتين، لو عايز تستمر على الوزن بتاعك، عايز تخس كل اقل، بس ده اللي سيمبل والله. احنا ممكن يعني ايه ننسف كل الخرافات دي بحاجه واحده لو الناس تفهمها، انت جسمك اصلا، جسمك ده متركب من ايه؟ متركب من بروتينات وكربوهيدرات ودهون، ازاي بقى الجسم ده ان انا امنع منه حاجه معينه او عنصر مع عنصر؟ ليه بنقول لازم تشرب ميه طول السنه؟ ما انت عشان جسمك ثلاث ارباع ميه، عشان بالظبط. مخك بيتغذى من الميه، مخك اصلا مكون معظمه من الميه، عشان كده بقول لك اشرب ميه، فانت اللي بتدخله من بره ده هو هو اللي مكون جوه. الدم، ما هو الدم ايه؟ يعني هو الدم بالظبط. ايه؟ بالنسبة للرجالة كمان شرب المية مفيد جدا 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 للرجالة، يعني فوق ما تتخيلوا. لان انت يعني انا مش عارف في، بس عامة للرجالة شرب المية مفيد جدا، هو مفيد لكل الناس، بس كراجل لازم تشرب مية كتير. بالظبط. هيفيدك جدا في حاجات كتير قوي. يعني انا مره جربت الكيتو ده، ضحكك، وانا في دبي جربت الكيتو ده اسبوع، حسيت ان الاستوديو كله بيزحلق. والله العظيم ما بهزر، والله العظيم ما بهزر يا عم. اللي هو ايه، احط ايدي على الترابيزه اللي بتزحلق، احط ايدي على ما اعرفش ايه، ايه يا جدعان، في ايه ده، ايه كميه الدهون اللي انا عايش فيها دي، اللي هو ايه ده، هخس ازاي انا كده، ده انا عمال احقن نفسي دهون في الوريد. ما قدرتش استحمل بصراحة، اللي هو كرهت الجبنة، يعني قعدت لي شهر مثلا مش عايز اشوف جبنة في حياتي خالص. كل حاجة، كل حاجة يقول لك ما اعرفش احط زبدة ايه، اديله جبنة، الجبنة دي لازم تبقى ما اعرفش ايه، حط زبدة على القهوة، حط اعمل عيش بطحينة. انت متخيل عيش الطحينة؟ يعني تخيل انت تاكل عيش طحينة، حاجة يعني حاجة جميلة جدا بصراحة. فهو وبعدين في اتفضل. حاجة تانية في الدايت، يعني أنا لما بقيت يعني أول ما بدأنا مع بعض ما قلتلكش خلاص أنت عاوز دايت هعمل لك، سألتك لو أنت عاوز تاكل إيه ومش عاوز تاكل إيه، بالظبط لأن لازم بالظبط. أحط الدايت على اللي أنت عاوزه، على اللي أنت بتحبه، على اللي أنت بتاكله. والله أنت بتحب الدهون وبتعشقها، خلاص نعمل لك برنامج فيه دهون كتير، ما بتحبش الدهون يبقى ما نعملكش فيه دهون، ما بتحبش البروكلي مش هاكلك يا عم بروكلي. بس بشوف ناس يقول لك انا
ما بحبش الشوفان، شوفوا لي يا جماعة طريقة يا عم، الشوفان ايه خلاص ارميه في على جنب، بالظبط، ده مفيش شوفان أكل بتاع، معين هو اللي هيخسسك. مفيش أكل هيخسسك ولا أكل هيقويك ولا أكل هيبنيك عضلات. الحاجة اللي مش جاية معاك سكة بلاش، ما تمشيش ورا القطيع ده، بيقولوا سكة الشوفان بيخسس ده وأنا عاوز طريقة أحبه يا عم. الشوفان ده أكل البهايم أصلا، فسيبك منه وشوف حاجة عاوز تاكلها عدلة. يعني هو في الاخر يعني هو في اكل، والله في اكل يا جماعه، انا عايز اقول لكم بس ان في اكل معمول، يعني هو كويس، ما بنقولش ان هو وحش، بس البروباجندا اللي حواليه دي بروباجندا تجاريه مليون في الميه. بالظبط الشركات دي مش هتبيع لك شوفان لو قالت لك الشوفان ده عادي زي اي اكل، او مش هتبيع لك مثلا الجبنه اللي هي فيها كالوريز قليله لو قلت لك الجبنه دي عاديه زي اي جبنه. لا، لازم تحط لك حاجه كده تقول لك لا، الجبنه دي بتاعت الكيتو، فكل الناس اللي تابعين لديانه الكيتو يروحوا يشتروا ايه بالظبط الجبنه بتاعت الكيتو. يقول لك ما اعرفش العصير ده فيه ايه، مع ان اصلا اكبر ضرر ان انت تشرب عصير، اكبر ضرر بالظبط ان انت تشرب عصير، انت بتضر نفسك فوق ما تتخيل. كانك يعني انت، في ناس تقول لك ايه، انا بطلت بيبسي بس انا بشرب عصير. غلط جدا، انت اصلا العصير ده ضرره زي البيبسي اللي انت بطلته بالظبط. السكر اللي فيه، انت عشان انت تخيل كده، انت كل برتقانه، وده مثال كنا بنتكلم فيه انا ومسعد من كام يوم، كل برتقانه بس ما تشربهاش وتعالى كده عصير. اعمل كوبايه عصير، شوف هتاخد كام برتقانه، هتاكل البرتقانة هتشبع، وبعد كده روح اعمل بقى كوباية عصير برتقان، عايز لك مثلا بتاع أربعة، والأربعة دول يعني أنت مش هيكفوك، مش هيخلوك تحس بالشبع، وفي نفس الوقت علوا السكر بتاعك جدا، فما استفدتش بحاجة، بالعكس أنت حطيت كالوريز فوق الكالوريز اللي أنت كلتها في اليوم. وتيجي بعد كده تقول لنفسك إيه، أنا ما بخسش. ما أنت بتخسش بسبب الممارسات دي الممارسات اللي بتضر الدايت بتاعك. بالظبط يعني انت بترمي الالياف اللي فيها، اللي احنا اساسا بناكل فاكهه عشان خاطرها، لان الفاكهه يعني الالياف مش نوع واحد، انواع مختلفه، فالنوع الموجود في الفاكهه احنا محتاجينه بشده، فازاي كان لازم اكلها انا شويه شويه ببقى هاكل بقشرها عشان تقش بالفاكهه. بالظبط بالظبط بالظبط، والله هي لان الالياف يا جماعه، ايه اهميه الالياف للجوت هيلث، الهيلث بتاعت البطن والمعدة والأمعاء والكلام ده، هي كلها في الألياف وفي البكتيريا النافعة اللي انت بتاخدها من أكل زي الزبادي مثلا. فتخيل انت بتاكل زبادي كويس وبتاكل ألياف بقى جاية من الخضار وجاية من الفاكهة، بتاكل سكر صحي جاي من الفاكهة، فانت بتدي لجسمك اللي هو مخلوق يستهلكه، يعني بالظبط اتخلق عشان يستهلك الحاجات دي، ما يستهلكش السكر الأبيض. بعدين الألياف دي ليها وظيفة عظيمة جدا، الجهاز الهضمي كله بكل اللي فيه كده هي بتحسنه. أنت لو جالك إمساك شديد أو إسهال شديد، يبقى أول حاجة بنفكر فيها هو نقص الألياف، بتخلي المغذيات توصل كده زي الباشا لكل حتة في جسمك، من غيرها بقى صعوبة في الهضم، صعوبة لما بتيجي تخش حمام، بالظبط. هو كمان حاجات كتير. كان في دكتور قال لي ان البكتيريا النافعه بتتغذى على الالياف دي، فانت طبعا بتعلي العدد بتاعها لكل ما تديها الياف. وانت عارف ان البكتيريا الامعاء لو مرضت انت هتمرض، لو بالظبط صحتك كويسه انت صحتك كويسه، بالظبط بالظبط، انت لو عايش جوه معدتك معاك كائن لازم تهتم بيه. تخيل انت بتربي حيوان جوه جسمك، حاجة زي الفل، بلاش اه تتخيلوا الموضوع ده يا جماعة. كائن جوه جسمك لازم تاخد بالك منه، لأن أنت لو ما أكلتوش كويس هيضايقك. هيزعلك. ازعلك جامد. طب في عندنا سؤال، ما هي البدائل الصحية والاقتصادية غير المكلفة للخبز الأبيض، الدقيق أو الطحين بشكل عام؟ والله يعني القصة دي برضو من ضمن الحاجات المبالغ فيها شويتين ثلاثة. انت لو حاسب الخبز الابيض ده من ضمن سعراتك الحرارية او من ضمن جسمك بتحتاجه على مدار اليوم، مش هيبقى فيه اي ضرر منه، هي منظمة كاملة. اوعى تفكر انت تروح تجيب اغلى خبز في العالم على انه صحي
وانت مبوظ اكلك كله ومفكر انت كده هتمشي صح. بالظبط انت لو كده. عندك العربية بتاعتك موتورها خربان، هتروح تغير زيت هيعمل لك ايه؟ ولا هتروح تغسلها في المغسلة هيعمل لها ايه؟ الموتور نفسه لازم يتصلح عشان تمشي، هي نفس القصة. كل خبز ابيض يا عم واحسبه. احنا الرسالة الأصلية اللي عاوز اوصلها للناس ان هم يتعلموا يحسبوا ياكلوا ازاي، بياكلوا قد ايه، ما يرموش اكل، يجيبوا اللي على قدهم. لو وصلوا المرحلة دي هيلاقوا نفسهم بيحوشوا فلوس وبيجيبوا اغلى حاجة. يعني كان في واحد بيقول لي يا عم الاكل غالي، قلت له والله لو اتقسمه ونحسبه على جسمك هتلاقي ولا الاول. يعني انا مش عايز، في مثال كده ضربته لواحد صاحبي كان بيشرب سجاير، ما هو مش مثال حلو بس هيمشي في الموضوع ده. واحد مثلا بيشرب يوميا علبة كليوباترا ب 20 جنيه، عشان ما حدش بس يمسك لي في الأسئلة، عشان الناس بتمسك حاجات غريبة في الأسعار، هتشربها ب 20 جنيه، مش حدش يقول لا انا دي ما زبالة. اعرفش بكام بصراحة، انا هو في ولا ما رومانيا واحنا الاتنين مش في مصر، فما نعرفش الاسعار يا جماعة. أنت بتشرب يوميا علبة سجاير كليوباترا أعفى النوع ب 20 جنيه، فأنت بتصرف في الشهر 600 جنيه. واحد تاني باشا ابن باشا كده، باشا في تفكيره، بيشرب علبة ب 100 جنيه في اللي هي ايه، بس ما بيشربهاش في اليوم، بيشرب بس سجارتين في اليوم، فبتقضيه فترة أطول من التاني وبيصرف أقل. يبقى هو شرب أنضف نوع بيصرف أقل، والتاني بيشرب أعفى النوع بيصرف أو أكتر. هو مع ده الأسف الأكل الاعتبار إن الاتنين يعني سحلوا نفسهم، أنا ما... بالظبط. هو الاتنين بس هي نفس نفس هو الفكرة، مفيش أفضلية أوي، إلا بقى لو أنت هتروح تجيب القمح بإيدك اللي هو الكامل لسه محدش لعب فيه وتطحنه أنت وتعمل عيش في البيت. دي حاجة تانية. لا بس هو يعني اللي مسعد عايز يوصله لكم يا جماعه، ان انت هتاكل كتير هتصرف كتير، بالظبط. هتظبط اكلك وتوزعه مظبوط وتاكل كميات اقل عشان صحتك في الاول والاخر مش عشان الفلوس بس، هتلاقي نفسك بتصرف اقل. يعني انا وبتاكل أحلى. وبتاكل احلى، تاكل احلى بكتير، بدل ما تلاقي نفسك بتاكل كلام فاضي وعايش على سندوتشات الكبده بتاعت على بركه الله اللي في رمسيس، تروح تاكل لك 30 40 سندوتش ب 3 جنيه على ايام، يعني الكلام ده مش عارف دلوقتي بكام، وتقول انا اكلت. ده مش اكل. انت لو جبت لنفسك ب 3 جنيه خضار حتى لو جرجير بس يا اخي، انت كده استفدت اكتر من ال 75 سندوتش اللي انت اكلتهم. انت عارف انت لو جبت ربطة جرجير بجنيه وربطة فجل بجنيه ادي 2 جنيه، وجبت ب 2 جنيه خاص ادي 4 جنيه، وحطيت لهم شوية اي لو بيضة واحدة عشان ما تشيل البيض غالي، انت كده دي عملت وجبة قوي جدا يعني. رهيبة. الفكرة ما تركزوش قوي في قصة افضل نوع في الخبز، عشان دي فكرة فاشلة. خبز كل واحد، والفروق ما بينهم تكاد تكون منعدمة. Say hi. Say Say hi. James. Say hi. James. Okay. What's the name? معلش يا جماعة، ابني راح ينام. Yes. 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 Say night night. Night. Yeah. Night night. Yes. Night night. Night night. Bye bye. Night night. Night night. معلش على المداخلة السريعة دي. ده فهو احنا فهو بضغط، شوف لو عنده سؤال ولا بتاع برضه. ايوه هو لاني قاعد بقى والكمبيوتر مفتوح والدنيا مفتوحه، فقال لك ايه، لا قاعد اشوف الدنيا فيها ايه. فهو الاكل يعني انا لما بدات الدايت انا كنت بصرف اكتر قبل كده، لان بقى ايه كنت لا ايه هو إيه الا كل 200 جرام لحمه دي، لا انا عايز اكل نص كيلو يا عم، فاقعد بالظبط. اضرب نص كيلو الفرخه مثلا، لا 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 ايه ربع فرخه دي، انا كل نص ولا كل فرخه في العشوه وخلص. فبلاقي فطبعا انا بزيد، فاكر نفسي ان انا باكل كويس كده، انا بزيد وبصرف اكتر. دلوقتي انا باكل كويس وباكل اكل متوازن وفي نظام صحي، وبعد ذلك باكل اقل وبصرف اقل، فالنتيجه العليا او الجريتر جود، الحاجه اللي احنا بندور عليها، ان انت يكون صحتك افضل. تاني حاجه ان انت تصرف اقل وهتبقى احسن.
فما تتخيلوش ان الدايت خد كمان مني الثقة من واحد درس التغذية لما زهق منها، لا توجد فروقات كبيرة في أنواع الخبز، أبيض بالظبط. أحمر أسود برتقاني بنفسجي كل واحد. هو بس ايه يعني، انا مثلا دلوقتي انا ما باكلش عيش خالص، والهدف من ده ان انا زي ما قلت في الاول بظبط نظام المكافآت عندي، وبظبط نظام اعتماد جسمي على حاجات كنت انا باكلها كتير زي السكر وزي الدقيق والكلام ده. بس بتيجي في مرحله في الدايت، يعني انا على فكره مسعد في اول يوم قال لي خلي بالك هنيجي في مرحله من المراحل هتيجي تقول لي كده انا عايز اكل كذا واقول لك كله، حتى لو الاكل ده انت شايف ان هو مش صحي او شايف بالظبط ان هو مثلا ايه زي مثلا العيش، يعني مثال العيش، مش مثال العيش مثلا اللي هو مثلا ايه، لا انا عايز اكل عيش، طب كل عيش بس هتاكل مثلا كذا في اليوم. هتاكل قد كده. اه بالظبط، لسه موجود جوه الدايت، بس احنا في المرحله دي مرحله التاسيس ومرحله اللي هو بعدي الاعراض الانسحاب بتاعت الحاجات دي. دي مهمه جدا في الاول. بعد كده بتقدر بعد مثلا 3 شهور من الدايت ولا حاجه تبدا تدخل العيش تاني في حياتك عادي جدا، بس بقدر معين مناسب للهدف اللي انت عايز تعمله. بالظبط، فما تروحش تشتري عيش غالي عشان هو صحي وتهمل بقية اليوم أو تعك بقية اليوم، عامل شبه واحد يعك يعك يعك، ولو شرب إزازة بيبسي مثلا يقول لك البيبسي قلب لي بطن، يا راجل هو اللي قلب لك بطن. أو يقول لك إيه، أو تلاقي واحد مثلا طالب بتاع 5 شاورما وما أعرفش كام وجايب بيبسي دايت، يا راجل أنت بقى، يا راجل عيب بقى يا عم، في إيه؟ مش كده خالص يعني. في سؤال معانا من أبو محمد، فبيقول هل الأشخاص في كمال الأجسام اللي بيلعبوا كمال أجسام يعني وغيرها بعد ما بيوقفوا الاسترويدز وبيعملوا اللي هي كورس التنظيف دوت الهرمونات بتاعتهم بترجع طبيعية بعد كده؟ بكل اختصار لا، ولا جسمه كله بيرجع طبيعي بعد كده. اللي بالظبط. بيحصل اصلا بتحصل تضخم في الاعضاء الداخليه، زي مثلا عضله القلب، القلب بيكبر، القلب لما بيكبر بيضعف. يعني انت متخيل ان القلب ده كبر يبقى حلو اهو؟ لا، القلب طالما كبر بيضعف، الكلى والكليه والحاجات دي بتتعب، فاستحاله يرجع زي الاول. عامل شبه بالونه نفختها وفرقعت اتقطعت، لحمتها نفختها تاني فرقعت بقت مليانه لحمات. بالظبط. طيب هو احنا عايزين نفرق بقى بمناسبة الاسترويدز، عشان في معتقد خاطئ وناس كتير قوي اكيد من اللي بيسمعوا او هيسمعوا مصدقين فيه ان الاسترويدز زي المكملات. لا لا خالص، بالظبط. مكملات، مكملات حاجة والاسترويدز حاجة. الاسترويدز اللي هي بديك هرمونات بناءة العضلات فوق اللي جسمك محتاجها أو اللي هو بيبنيها أصلا طبيعي بأضعاف مضاعفة، بالظبط. فواحدة واحدة بيبدأ الجسم طبيعي من جوه يقف إنتاجه، لأن هو مش مستحمل الحاجات اللي داخلة كتير أوي دي عليه، فبيقف إنتاجه فالدنيا بتبوظ. لكن المكملات هي حاجات، يعني أنا مثلا البيضة بدل ما بديلك بيضة بطحنها بطريقة معينة وبديلك بودرة بحيث تشربها في كوباية مية لو أنت مش قادر تاكل. بالظبط زي هي دي المكملات. زي البروتين بالظبط، يعني البروتين اللي احنا بنجيبه دوت، او مثلا الكرياتين. زي الكرياتين البروتين والبروتين. الخمسة اللي هو ال5 جرام دول انت محتاج بتاع كيلو لحمة عشان تاخد محتاج الخمسة كيلو جرام دول. لحمة عشان تدخله في جسمك. بالظبط. لكن الكرياتين نفسه يعني مش مضر خالص، ومكمل آمن جدا ومفيد للجسم كمان. بتاخد منه بدل ما بتاكل كيلو لحمة، لأن أنت مستحيل تاكل في وجبة كيلو لحمة، بتاخد ال5 جرام وخلاص شكرا. بالظبط. بس هو في الآخر اسمه مكمل غذائي، يعني ما ينفعش تعيش عليه. ما ينفعش تعتمد عليه. بالظبط كده. بالظبط. يعني انا مكمل غذائي، انا بظبط اكل كله، وفي الاخر بيجي شويه كده انا ما بقدرش اكلهم، يومي مش جايبه، فباخدهم كمكمل خلاص مفيش مشكله. لكن انا اخد 3 وجبات مثلا مكمل، ما ينفعش. طبعا ده مضر اصلا، هيبقى مضر الجسم وهيبوظ حاجات كتير قوي في الامعاء وفي شغل الهضم والكلام ده. يعني احنا بنتكلم في ايه، في فتره من الفترات في الدايت انت مثلا عايز تبدا تزود الحجم العضلي، فانت عايز بروتين اعلى،
بس عشان تاكل البروتين الاعلى ده عايز تاكل كميات كبيره جدا، فهتاثر على الكالوريز اللي انت المفروض تاخدها، فبتاخد البروتين عشان يعوض لك شويه شويه البروتين اللي انت مش هتاكلهم من الفراخ. بالظبط يعني صح كده؟ بالظبط. يعني واحد هيقدر ياكل اصلا لو هديله ان شاء الله فاخده ضاني ياكلها لوحده وهاكلها خلاص تمام مفيش مشكله، لكن في واحد خلاص هو انا لا انا مش قادر فعلا، يعني بطني بتتنفخ يا عم حرام عليك. بالظبط. ما تقدرش اه ما تقدرش ما تقدرش فبالتالي تاكل. يعني انت مثلا اول ما بدانا دايت كنت انت جايب واي بروتين كنت اقول لك حاجه اقسم بالله كله بيعملها معايا، الاقي جاي لي مع علبه البروتين في ايده انا على بيحسب. فكره انا قافله، انا قافله وشايله، قلت لما تيجي المرحله بتاعته خلاص نبدا فيه، لكن غير كده انا مش هبدا فيه خالص دلوقتي، وفعلا وقفته تماما. لا الفكره ان فعلا الموضوع ده بيتكرر معايا كتير، كل اللي بيجي في ايده علبه البروتين بتاعه اقول له يا عم لسه مش دلوقتي انا مش هحسبه لك اصلا، انا بحسبك هتقول لي عليه عشان جبته مسبقا، اقول له لا. فبرضه قصه المكملات في ناس معتقده ان دي اللي هتخليهم يبنوا لا عضلات لا او لا يخسروا دهون، لا خالص خالص، هي هو مكمل هي كمل المكمل. نقدر نشيل كلمه مكمل ونحط كلمه ايه مساعد، بالظبط، لكن الاساسي الاكل، هو لكن دايما اساسا الاكل بيقولوا الابس ميد ان ذا كيتشن. عايز بالظبط. تعمل ابس، الابس كلها بتتعمل في الكيتشن. عايز تعمل عضلات، بتتعمل في المطبخ. عايز تخس، لازم تاكل عشان تخس. وتاكل ايه؟ مش لازم يبقى الدايت بتاعك ليه اسم فانسي نيم زي ما بيقولوا، لا عادي انت تاكل اكل صحي اقل من الكالوريز اللي انت محتاجها في اليوم ب 200 300 400. هو برضو مساعد صحح لي، تاكل اكل معمول في البيت، تكتر من الخضار يبقى موجود في كل وجبة عندك، تاكل يبقى عندك في جزء اللي هي المكسرات بقدر قليل، تاكل بالظبط فاكهة، تاكل بروتين حيواني، كل الحاجات دي هتساعدك، لكن مش لازم يكون فيه اسم. بالظبط هو برضو نفس اللي هو ابو محمد برضو كان اللي هو سأل على الهرمونات، فبيقول لو حد ما يعني ايه الاضرار. احنا قلنا على الاضرار، قلنا ان هي بتعمل تضخيم في اعضاء الجسم الداخليه، وبعدين على كمان النشاطات بتوصل كمان لحاله من العنف بتخلي الشخص عنيف جدا واوت اوف كنترول، يعني مش عارف يسيطر على نفسه، في حالات كتير مش هنذكر اسامي طبعا قتلوا نفسهم وقتلوا عيلتهم قبل ما يقتلوا نفسهم وكانوا في ناس تحت بالظبط، تاثير المنشطات وفي ناس اصلا في ناس توفوا منها ده. يعني كل سنه كل سنه في كل سنه، في محترفين حد لازم يكون من حط اللي بعد هم محترفين دي نقطه بالظبط بالظبط. محترف وغير يعني عليل يعني دكاترة يعني ده غير انها برضو، وبرضو الكلام تاني للرجالة، هي بتأثر بشكل كبير قوي على التستيكلز اللي هي بتعمل انكماش الخصتين، بتعمل فيهم انكماش ومشاكل كبيرة جدا. انكماش بتأثر على إنتاج الحيوانات المنوية بتأثر في بعضهم. بالظبط. وكمان هي كان في كده، كنت قريت مقال زمان ان انت لما بتدي الجسم مصدر حاجة من مصدر خارجي هو بينتجها، الغدد المسؤولة عن إنتاج الحاجة دي بتبدأ تقلل إنتاجها، وفي بعض الأوقات بتوقف خالص. لغاية ما توقف خالص اللي هو كفاية يا عم كده، ده الراجل ده هارينا من بره. فيقول لك لا أنا هنتج ليه بقى؟ طب خلاص بقى، أنت طالما أنت عندك بتجيب من بره مش هنديك إحنا. جسمك ده يعني سبحان الله هو ربنا حاطط له قدرات معينة وحدود معينة ومديك جينات آخرها بيبقى معروف، يعني أي حاجة بتخرج عن السيطرة وبتزيح عن حدها تبقى مضر جدا، زي مثلا لسه شايف فيديو بنت ربنا يعفي عنها مصابة بانها بتضحك باستمرار في احلى من الضحك كان فيش، بس هي لا لا، ما هو فيلم الجوكر كان على كده. بتضحك بتضحك بتضحك، دي مرض نادر بسبب خلل تقول لك انا ما بنامش غير لما بيغمى عليا، اي حاجة بتبقى خارج تتغير السيطرة بالظبط، اي حاجه صعب. بتتغير بتعمل مشاكل. عندنا سؤال، في ده سؤال طبعا، ده جاي لنا بقى، بس هو طبعا انت اللي هتجاوب عليه عشان انت المتخصص. هو بيقول روح، بتقول
هو مش عارف، هو لا هو اسمه رضوان، لا مؤاخذة معلش، هو بيقول لو لا هو روح فعلا، لا روح. طب ده السؤال، لو عايز اعمل تضخيم ينفع العب في البيت لو متوفر دمبل مثلا وحزام مقاومة، وايه اهم اكل اخد منه اكتر سعرات؟ انا بقى يعني انا بحب اشرح وهو هيجاوب السؤال ده بعد ما انا اشرح، هي على فكرة هي بتقول انا عايز اعمل تضخيم. او هي اه نشرح عشان الناس هي اللي هتجاوب بعد ما انا اشرح. اه احنا العضلات ليه بتكبر اصلا؟ اللي بيحصل لما احنا بنتمرن ان احنا الالياف العضليه ما بتستحملش، بتتقطع لانها ما كانتش متعوده على الحمل ده. ام فلكن الجسم كطبيعه كآلة في منتهى الذكاء بتبدأ تعالج نفسها، فيبدأ يطلع ألياف أقوى، عشان يقول لك المرة الجاية لما يتمرن بنفس الشدة دي أنا هكون صحيله فمش هيقدر يقطعني. اه فأنت بتقوم حاطط حمل أكبر من حمل المرة اللي فاتت، فبتتقطع تاني ويطلع أقوى وأقوى. الأقوى دي يعني أكبر، عاملة شبه بالظبط. كاوتش العربية، في كاوتش 15 في 16 في 18، ايوه بتفرق. فهذه الفكرة، انت عاوز تتخين تتمرن باستمرار وتزود في الحمل التدريبي، تزود في الحمل التدريبي، تزود طبعا بالعقل، يعني بيكون التمرين كله محسوب. بس بالظبط هي دي الفكره، التضخيم يلزمه تمرين بشده عاليه في كل يعني ايه، قول كل شهر نعلي الشده، مش نعلي كل يوم ولا بتاع. بالاضافه ان انا اخد بقى من الاكل اللي قلنا عليه اللي جسمي محتاجه، واكتر بقى الاكتر ده اللي هيترجم بضخامه. بالظبط. طيب هو في سؤال بقى انا من عندي، التكرارات ولا الوزن؟ هو التكرارات ولا الوزن؟ كل حاجة ليها الدور بتاعها. أنا مثلا عندي أنا عندي نوعين من الألياف العضلية، في نوع بتاع التحمل وفي نوع بتاع القوة والحجم. إيه التحمل ده؟ عارف أنت لما أقول لك خد الدمبل الكيلو ده ورفرف لي بيه كده إيه 200 عدة، هتلاقي نفسك 200 عدة ده كيلو يا عم، تلاقي نفسك في العدة ال 30 40 انت بتموت، وهو كيلو ممكن توصل ل 60 70 عدة خلاص انت دراعك خدت مش قادر. ده احنا بنسميه التحمل، انا بلعب هنا على التحمل مش على القوة العضلية ولا على الحجم العضلي. ده مش بيساعدني قوي ان انا اوصل لحجم كبير. ان انا بقى اوصل لحجم كبير ان انا اتمرن باوزان عالية، اوزان عالية هيقطع الياف اكتر، هيشغل الالياف المسؤولة عن القوة والحجم. فانا ده الفرق ما بين ان انا بتكرر وبين ان انا بلعب بتكرارات او بلعب باوزان. وبالتالي ممكن تلاقي واحد بيشيل 200 كيلو في الصدر بس ما يقدرش يلعب مع واحد هو اصلا بتاع فيتنس بيلعب على التكرارات الكتير قوي، ويفضل يتنطط على الضغط شويه على العقله هنا 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 وما يقدرش يخش مع دور واحد. ايوه، فانت رأيك ان الواحد يخلط بين الاثنين؟ انا شخصيا بخلط ما بين الاثنين، اه بالظبط. وساعات بعمل مثلا اسبوع تحمل عضلي واسبوع بناء عضلي، ولكن طبعا الكلام ده بيبقى ليه يعني، مثلا ما ينفعش يبقى في واحد عنده نسبه دهون عاليه وانا عاوز اعلي بقى عضلاته عشان اخلط اكبر قدر من الدهون دي والعب على التحمل. ما ينفعش التحمل ده مثلا العب عليه لما خلاص بقى وصلنا للدهون 20% 18 17%، هبدأ بقى أشكل بقى شوية تحمل على شوية بناء عضلات شوية مش عارف. وطبعا بتبقى حسب هدف كل واحد، يعني في ناس يقول لك لا أنا مش عاوز أضخم، أنا عاوز ألعب للياقة بس، عاوز يبقى لياقتي عالية. فلما واحد عاوز لياقته عالية أحلى حاجة ليه بتبقى تمارين التحمل، اللي هو التكرارات. الكرات العالية. يعمل تكرارات عالية زي مثلا ضغط أو يلعب بأوزان خفيفة، بس يعمل 15 و20 عدة والكلام ده. بالظبط، فده تلاقيه بقى ايه اللي هو بيلعب ضغط ومطلع على العقله من غير ما ياخد راحه، وداخل على المتوازن من غير ما ياخد راحه، يطلع يجري ويلعب بالحبل، كل ده بيعمله ما بياخدش راحه، عضلاته قوه التحمل عندها بتبقى رهيبه. ده بيبقى اللي هو الوان سيت بتاعه حوالي بتاع 5 تمارين مع بعض. بالظبط. طب جميل. في بقى حد بيسأل سؤال جميل جدا، ده بتقول حسبت وزني وطولي لقيت متاح ليا حوالي 1200 سعر،
طبعا تمام ده قليل جدا 1200 سعر، مش عارف هي حسبتهم فين، بس عامة لازم تمام اكل صحي ولازم منه، بس كده اتحرمت من حاجات كتير بحبها، ولو كلتها مش هعرف اكل حاجة تانية طول اليوم، زي اندومي وشيبسي ومحشي وبطاطس وهكذا، وده من اكبر الاسباب اللي بتخليني ما اكملش الدايت. فايه الحل؟ ينفع اكلهم مرة في الاسبوع مثلا؟ احنا ينفع ناكلهم كل يوم، بس الفكره ان انا عندي المحشي. ما هو المحشي معمول من ايه؟ ورق عنب او خس، خضار. وحاجه صحيه جدا، رز وصحي جدا، وفي ناس بتضيف عليه لحوم، حاجه ممتازه جدا. فهتبقى الفكره في ان الكميه، هي يبقى هنا الفكره، وصلنا للكميه بتاعته، ان انا هحسب كميتي محتاج منها قد ايه، فانا ساعتها اقدر اكل محشي مفيش مشكله. البطاطس برضو طبعا صحيه 100%، بس ما نقلهاش في في زيت كيلو زيت ونقول بالضبط. صحية. لكن بقى ان انا هاكل بقى شيبسي، والله ممكن اكله بس احسبه. بس الفكرة ان انا كده بتدلع، يعني ايه بدلع نفسي؟ يعني انا هتحرم من الشيبسي؟ يعني ايه شيبسي؟ ما احنا نشوف صحتنا الاولى والاهم. وبعدين زي ما قلنا في الاول، الشيبسي والحاجات دي فيها اضافات مضره جدا، هي من الموضوع مش بس موضوع دايت، لكن هي بتعمل ايه للاعضاء الداخليه للجسم كمان. بالظبط. يعني انا عمري ما اتكلمت مع حد ان احنا هنخس. ما الخس مش ده الهدف، الهدف صحتنا تكون كويسه، ان شاء الله نزيد حتى، ان شاء الله كرشي يدلدل في الارض بس صحتي بقت زي الفل. لا هو الهدف في الاخر الصحه فعلا، هو طبعا فلا، الكرش الهدف الصحه يا اكون جماعه، صحتي بس هو كويسه. عايز يوصل لكم الفكرة يعني. انا اكل شيبسي يبقى انا كده بتدلع، بالظبط. بدخل سعرات فارغه، سعرات ملهاش لازمه. لان السعرات دي بالظبط زي ما مسعد وصفها، السعرات بتاعت الشيبس دي فارغة، يعني مش هتفيدك بأي حاجة خالص، اللي هي يعني يعني هي كيس شيبسي فيه مثلا 200 سعر حراري، مثلا ال 200 سعر حراري انا اقدر اكل فيه طبق خضره قد كده، سلطه مليان فيتامينات ومعادن، ومعاه قطعه بروتين. بالظبط. شفت فرق جامد جدا، فرق جامد جدا بين ان انت تاكل اكل غير صحي وان انت تاكل اكل صحي. وبعدين لو هي 1200 سعر حراري، لو قسمتهم على الاكل الصحي وحطت خضروات كتير، هتاكل لدرجة إنها مش هتقدر تكمل أكل طول اليوم وفي ال 1200 دول. لكن بقى هنهزر شيبسي وما شيبسي وإندومي، كليهم عادي بس احسبيهم، وساعتها فعلا هتتحرمي بقى من الأكل. بالظبط. انا والله يا جماعه وعن تجربه، انا يعني ايه، كنت اكيل جامد جدا جدا جدا، يعني انا بقول لكم زي ما قلت في الاول كده، فرخه دي كلام فاضي، يعني فرخه دي اقعد اكلها كده وانا ايه بتفرج قدام التلفزيون. لما بدات الشهر ونص دول، بعد الشهر ونص دول انا باكل ربع الفرخه مع البتاع، بقول الحمد لله انا فعلا يعني حاسس ان انا شبعان شبعان فعلا، وحاسس ان انا بطني منفوخه كمان. فهو الموضوع كله تعود، انت بس تعود على ان انت معدتك والامعاء بتاخد اكل صحي بكميات مظبوطة، اللي هو مخلوق عشان يستوعبها. مع الوقت هتلاقي نفسك بتستوعب الطبيعي عادي، تاكل ربع الفرخة تبقى زي الفل، تاكل حتتين لحمة خلاص الدنيا الحياة اتقضت ومش محتاج اكتر من كده. لكن كل ما تديها، هتديها فرخة النهاردة بكرة عايز فرخة ونص، بعده عايز اكتر، بالظبط. فانت عمال توسع في المعدة وتشدها، وهي هتشد معاك، ما هي كل الكلام اللي جوه ده اساتك فبيشد. لكن لما وبعدين فعلا كل الناس اللي بتمشي على الفترة، يعني على الدايت اللي هم حابينه او الاكل اللي عاوزينه في فتره بتاعت الثلاث شهور، بعد كده بيقولوا لي احنا بنقرف بعد كده وهناكل حاجه نفسنا فيها مش صحيه، بنيجي نقبل عليها بنحس في حاجه غريبه، بقت هي الغريبه. انا بصوا، انا عندي طفلين في البيت هنا، طبعا انتوا متخيلين بقى ايه المسخره اللي حواليا، يعني شوكولاتات بقى وشيبسات، وبص كل حته العيال اصلا بتيجي تاكل في وشي، ومع ذلك انا ما بقتش يعني غاوي الموضوع قوي. يعني انا ببقى، انا كنت كان الدوريتوس دوت انا باكله طول النهار كده، العلبه اللي هي الكيس الكبير ده بقعد اكله كده وانا في قاعده دلوقتي، ولا تقريبا من اول دايت كلت شيبسيه واحده، عشان بنتي كل شويه تقول لي هو انت ما بتاكلش الحاجات دي ليه تاني؟ هو انت ما بتعملش ايه؟ فعشان ما زعلت كلت واحده في شهر ونص بالظبط، واحده شيبس واحد من التويتوس. واصلا لما كلتها
يعني ايه، يعني مش اللي هو زي زمان لما كنت اكلها عايز اكل باقي الكيس، لا عادي الموضوع ما بقاش زي الاول. فهو انت الحكايه كلها في الاول طبعا انت بتعود جسمك، وفي نفس الوقت الموضوع نفسي جدا 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 فوق ما تتخيله. انت عايز زي المثال ده، عايز محشي وعايز بتاع وعايز كذا وعايز كذا، بس انت كله عادي، بس كله بكميات معقوله تساهم في ان انت تخسر وزنك. ممكن تاكله عادي، تاكل فراخ وفي نفس الوقت تبعد عن الحاجات اللي زي ما مسعد قال عليها سعرات فارغه ملهاش اي لازمه. بدل ما تاكل شيبسي مع فراخ الحاجه عاملاها ولا انت عاملها، كل طبق سلطه معاها، هتلاقي دكتور وجبه كبيره جدا واتمليت منها، وهتفضل يعني هتكمل لغايه الوجبه التانيه اللي هي مثلا بعد 4 ساعات وانت زي الفل. ده اللي بنقصده، يعني احنا لازم يكون في شويه برضو جديه مع النفس. نعم. يعني احنا مش معنى ان احنا بنقول من الصبح دايت مش حرمان وناكل اللي احنا عاوزه، معناه انا بقى اخرب بقى واروح اجيب جاتو واكل شيبسي واكل مش عارف ايه واشرب ده واشرب ده، انا كده بتدلع وبهزر. بالظبط. لا لا هو طبعا طبعا ده لا. او في سؤال مثلا بيقول ايه افضل نظام امشي عليه مدى الحياة؟ في التدريب ولا في التغذية؟ في التغذية طبعا. في التغذية أفضل نظام نظام حياتك العادي جدا، تاكل ايه بتشرب ايه، هم اللي هتاكلهم هتشربهم، هتغير في حاجة واحدة الكميات وطريقة التحضير بس. بالظبط. ده دي الاجابة النموذجية بصراحة على الموضوع ده. يعني في ناس بتقول لك أحسن نظام لا هو الكيتو، أحسن نظام لا هو اللي معرفش، لا لا أحسن لا نظام ما تجبرش نفسك على نظام، نظام حياتك العادي بيتغير حاجتين كميات طريقة التحضير فقط لا غير. بالظبط. طيب ايه ال طب عايزين نتكلم على حاجة بسرعة قبل ما ناخد الأسئلة من الناس. الـ expectations، التوقعات. يعني الناس بتبقى داخلة الدايت اللي هو في دماغه ايه، انا يعني انا هنزل مثلا في اسبوع، انا هنزل في شهر، انا هنزل في 3 شهور. ازيك ايه اللي بيتحكم في الكلام ده؟ ايه اللي بيتحكم في التوقعات بتاعتنا؟ يعني انت شايف مش الاكل لوحده بس، هل مثلا النوم بيتحكم؟ هل القهوة بتتحكم؟ هل ايه اللي بيتحكم في الكلام ده؟ في وايه عوامل كتير. التوقع، انا معلش اقطعك في اخر مقاطعة، وايه التوقع الواقعي؟ ايه الاكسبكتيشنز الواقعيه اللي هي يعني مثلا في ناس تقول لك انا عايز اخس في اسبوع، طبعا ده كلام مش واقعي، بس ايه الواقعي بقى؟ هو احنا كبني ادمين عادي نفسنا لما نعمل حاجه ننجح دلوقتي، انا عاوز افتح البيزنس بتاعي انجح دلوقتي، يكسب دلوقتي، اعمل مش عارف ايه دلوقتي، كلنا كده. لكن لازم نكون صريحين مع نفسنا شويه، في شويه عوامل بتاثر من شخص للتاني. انا ممكن يجي لي شخصين والاتنين بيتابعوا معايا انا نفس الشخص اهو، وانا اللي عامل لهم الدايت بتاعهم، بس واحد في 3 شهور خس مثلا 10 كيلو والتاني خس 20 كيلو، مش معناها ان انا اشتغلت مع التاني ده بما يرضي الله وده كلفته. دي بتبقى اول حاجه الجينات، جينات كل شخص متحكمه، في واحد هو جيناته مستعد يخسر دهون دي كلمه، وفي واحد تاني بيخسر دهون بالعافيه، في واحد تاني جيناته بيبني عضلات بسرعه، في واحد تاني عضلاته بتبني ببطء، في واحد بينام كويس، واحد ما بينامش اصلا، واحد بيشرب الماء بتاعته على مدار اليوم، واحد ما بيشربش، لانك انت ممكن تكون ماشي على الدايت اللي هو 100% مظبوط بس ما بتشربش ميه، انت عملت غلطه قاتله، الميه هي اللي بتشغل الدايت، الناس مش عارفه الكلام ده. بالظبط. حاجه تانية السن برضه، انا واحد 30 سنه غير 40 سنه غير 50 غير 60، تفرق بسبب السن. طبيعه الشغل، واحد طبيعه شغله قاعد على مكتب، واحد تاني شغال في فرن، واحد تاني شغال بنا، واحد شغال شايل طوب وزلط، مش هنساوي الناس بعضها. فطبيعة النشاط، الجينات، الدايت نفسه، المية، النوم، السهر، كل دي عوامل بتأثر. بس انت تيجي تحسبها مع حارب مع نفسك كده، انا والله وصلت الوزن ده مثلا على مدار 40 سنة، بقى انا بحسب بقى من أول ما اتولدت لغاية حاليا،
فانا وصلت بعد 40 سنه. فانا كنت مثلا اخر فتره من 10 سنين كان وزني مثالي، بعد كده ضربت ووصلت لغايه كده. فانت بتتكلم في 10 سنين، فادي لنفسك براح مش اقل من 6 شهور، وطبعا على حسب نسبه دهونك، من 3 ل 6 شهور عشان تشوف نتيجه حلوه. احنا مش بنقول هتقعد 10 سنين زي ما عشان تخسر دهون، مش هيحصل. اخرك خالص يوم ما يكون حالتك ميؤوس منها سنه، لكن سنه نتكلم في سنه، ما تقوليش في شهر واتنين. ولازم تفهم ان في حاجه اصلا اسمها النسبه الصحيه لخساره الدهون. يعني ايه النسبه الصحيه لخساره الدهون؟ يعني انا هقول لكم مفاجاه. لو شخص وزنه 100 كيلو، انتم متخيلين ان هو المفروض يخس في الشهر كام كيلو؟ واحد هيقول لي مش اقل بقى من 10 كيلو بقى، يعني ده 100 كيلو. لا، في بقى خساره صحيه، يعني هو ممكن يخسرهم كده ويعيا يتعب، لكن الخساره الصحيه هي لشخص 100 كيلو من 2 ل 4 كيلو في الشهر. انتم متخيلين؟ طب انت حسبتها ازاي دي يا عم؟ بتحسب من 0.5% ل 1% من وزن الجسم في الاسبوع للناس اللي عاوز تخسر دهون بشكل صحي. فهي دي لازم تكون التوقعات بتاعتك، نديها الماكسيمم بتاعها يا عم، قول 1%. يبقى انت المفروض لو 100 كيلو في الاسبوع بتخسر كيلو واحد، بتخسر 5 كيلو 7 كيلو 10 كيلو، يبقى انت في حاجه غلط وداخل في مرحله خطر. بالظبط. وبعدين في حاجة برضو قبل ما نبدأ ناخد أسئلة الناس دي، آخر حاجة، أنا آسف يا جماعة والله، بس مش عايزكم برضو تجروا ورا الحاجات اللي بيتكلموا عنها بتوع الطب اللي بديل، أنا بسميه كده، اللي هو بقى إيه، لازم تشرب خل تفاح على الريق وتقربع لك معرفش قد إيه، ولازم تعمل الكلام دوت ملوش أي 30 لازمة وما بينفعش في أي حاجة. خل التفاح ده خل عادي جدا، ممكن تحطه على السلطة تاكله زي الخل العادي، مش هيفرق معاك، مش هيعمل حاجة، مش هيقلل كوليسترول ولا هيقلل سكر ولا هيعمل الكلام ده. الحاجات دي كلها كلام بيتباع عشان يبيعوا المنتج، هتلاقيه دايما يكلمك على حاجة ويقول لك ايه، هات من اللينك الموجود في الديسكريبشن، دايما بالظبط. هيبقى كده، لان هو عايز يبيع ويكسب من العمولة. لكن الطبيعي والعادي والحقيقي ان كل الكلام ده كلام فاضي، مش لازم لبن معزة جبلية في التبت معرفش مالها، لا الكلام ده مش حقيقي، هي لبن عادي، مش لازم زبادي معمول معرفش فين، لا مفيش الكلام ده، مش لازم لحمة متغذية على معرفش ايه ولعبولها مزيكا 10 سنين، كلام مش حقيقي. كل الأكل واحد، بس المهم ان هو مبقاش محفوظ وان هو يكون بكميات معتدلة. لكن بقى خل تفاح ما اعرفش عسل في السرة والكلام ده كلام حلبنتيشي جدا ملوش اي 30 لازمة. مع الأسف الناس عاوزة الحاجة السهلة، وبيفضلوا للأسف يفضل يجري ورا السهل سنة واثنين وثلاثة وأربعة ومفيش بالظبط. نتيجة ومصمم. بالظبط، في ناس كتير خرجت اصلا بسبب الجملة اللي انا قلتها في الاخر دي بتاعت الطب اللي بديل، لان هو بديل فعلا ملوش اي لازمة ومضر اكتر ما هو نافع، وتقريبا كل الممارسات اللي بيتكلموا فيها كلها هدفها بيع منتجات بس، كلهم بلا استثناء، شوف الصدفة يا أخي، كلهم بلا استثناء عندهم منتجات يبيعوها أو يسوقوا لها كلهم. بالظبط. يعني وكلهم من نفس الشركة، مش هنقول اسمها إيه عشان ما نعملش دعاية، بس هي من نفس الشركة كلهم شغالين معاها، لأن الشركة دي برضه سبحان الله يا صدف بتدي أكبر عمولة موجودة في سوق التسويق بالعمولة. فالمهم، حد عنده أي أسئلة يا جماعة ابعتوا ريكوستات لو عندكم أي أسئلة، غير كده إحنا هنبدأ، إحنا هنكمل كلام الحديث جميل، فهنكمل إحنا كلام عادي. حد عنده أي أسئلة؟ محدش عنده أي أسئلة. وانا جاي سؤالين على اليوتيوب، طيب عشان بس صوتي كده على اليوتيوب. أقول جاي سؤال من راما، في اخصائي تغذيه متابعهم بيحذروا من الحليب، بيقولوا عليه سموم للجسم، هل هذا حصل؟ باختصار طبعا الكلام ده فاشل، يعني وش على طول. يعني بلح، وانا عارف مين الاشخاص دول. طبعا واحد تاني، يعني العيش الفينو مش مضر لو هاخده بنسبة مش كبيرة في اليوم، ولا العيش البلدي أفضل؟ طبعا كنا في نظري بالتفصيل، أي عيش مش هتفرق، المهم الكمية على مدار اليوم.
كمية الأكل مش كمية العيش بس. بس دي السؤالين اللي عندي يعني. لا، هو موضوع اللبن يا جماعة، هو مش مضر في العموم عموما، لكن كل التسويق بتاع ايه، لا اصل احنا جسمنا ما اتخلقش عشان يهضم اللبن، كلام فاضي، كلام مش عوزة. بص هو اصلا يعني احنا عندنا بنحتكم اللي بيحكمنا شيء واحد، العلم. في بالظبط. التفاسير اللي على هوانا ساعات بتكون تبان ان هي منطقيه، ولكن لو فكرت فيها شويه ده تخلف. يعني واحد يقول لك ايه، انا مش ما باكلش لحوم. ليه يا عم؟ يقول لك انت شفت الشمبانزي قد ايه وما بياكلش لحم. طب انت عاوز الشمبانزي اللي اتولد طبيعي كده 40 50 100 كيلو شبه الطفل اللي لسه مولود 2 كيلو؟ لا، لا معاك. وبعدين كمان هو اصلا التفسيرات بتاعتهم عجيبه، يعني الناس عايشين بقالهم ملايين السنين وحاربوا وفي واستعمروا العالم، وفي منهم حضارات حكمت العالم كله وكانوا بيشربوا لبن وبياكلوا لحمه وفراخ عادي، يعني جاي هو بقى اللي هو مولود في بتاع دوت في سنه 80 يجي يقول لك لا ده انت بتجيب معرفش ايه للناس، لا كلام فاضي. في ناس طبيعتها انها عندها حساسيه من اكل معين بس، لكن بالظبط. تعميم ده على كل الاكل غلط طبعا. لا، جسمنا اتخلق عشان مخلوق عشان ياكل لحمه وياكل فراخ ويشرب لبن عادي. في ناس ما بتحبش، في ناس جسمها او معدتها مش قابله تهضم الاكل ده. فرق كبير جدا بين ان انت جسمك انت عندك حساسيه منه وبين ان جسمك مخلوق عشان ياكل الاكل ده ولا لا. فيا ريت يا جماعه ما تمشوش ورا الكلام دوت، يعني اعرف الاول، افهم جسمك، افهم جسمك محتاج ايه. جسمك بي 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 يعني انت ممكن تكون انت بتقول لنفسك الكلام ده ولو شربت لبن بكره مش هيحصل لك حاجه، فيبقى بالظبط هتثبت ان اللي بيقول لك الكلام ده حمار ما فهمش حاجه. وممكن بالظبط صاحبك اللي جنبك يكون بيشرب لبن بيتعب، بياكل زبادي بيتعب، بياكل جبنه بيتعب. في ناس بتتعب من المكسرات مثلا، هل كده معناه ان المكسرات سامه؟ لا، بس هو الراجل عنده حساسيه من المكسرات، فما ينفعش نعمم ونقول لا اصل انت جسمك ما اتخلقش عشان يهدم اللبن. انت فاهم الطريقه دي بقى؟ طبعا انا مش هقول الاسامي عشان الناس ما تزعلش، بس يعني بس هو عامه يعني لا، ما هو كله بيعجن، لكن هو علميا انت جسمك مخلوق ياكل الكلام ده ويهضمه زي الفل، بس في ناس عندها حساسيه وفي ناس ما عندهاش حساسيه. قصر الكلام. بالظبط. ف يعني انا شخصيا ما بحبش الزبادي، مش ما بيتعبنيش، ما بيحبوش، ما بيجيش ماسك، بس باكل جبنه قريش. ما هو ده غلط من هو ده، غلط. وبيحصلش حاجه. لا واحد تاني لو قال لي انا، طب انا باكل لبن، باكل جبنه، ولا بشرب لبن وبتعب، اقول له خلاص يا عم ما تاكلهمش، هو جسمك مش عاوز. بس ما طلعش يعمل ثوره ان ده غلط على العالم كله. بالظبط. ما هو لا، ما هو في ناس اصلا هي عايشه على الكلام ده، هو بيبيع لك زي ما انا قلت، بيبيع لك بقى لزقه تحطها على كعب رجليك وتلبس عليها شراب عشان تطلع السموم، كلام بقى بص يعني خزعبلي جدا، مش عارف جايبينه منين. اللزقه دي تحطها على بطنك وتحط عليها ما اعرفش ايه، هتخسر 5 كيلو الصبح. لا يا راجل، طب انا ما عملناش كده ليه من بدري؟ طب يا جماعه، لا، هو في ترندات كتير قوي ظهرت الفتره اللي فاتت، اللي هي الترند النباتي. طبعا كل الكلام ده بيجي لنا متاخر من بره، يعني اللي هو ايه، الترند النباتي، الترند بتاع اللبن، الترند بتاع الدقيق، الترند بتاع اللي هو الاكل الني، تاكل ني خضار، ني وتاكل معرفش ايه، ني وتاكل كذا ني. وقريب هيجي كمان الترند الجديد بتاع الاكل اللي هو تاكل لحمه بس، تاكل لحوم بس، مفيش اي حاجه تانية، تاكل لحوم بس. او الترند اللي بتاع واحد اسمه دليفر كينج، اللي هو كان بياكل بس كبده نايف. حلويات، كبده نيه وحلويات وبتاع، وفي الاخر اكتشفوا ان هو نصاب وبياخد بتاع دوت سترويدز بقاله معرفش كام سنه، وكل الكلام اللي احنا شايفينه ده مش طبيعي اصلا، وبيضحك على الناس عشان يبقى لها مكملات ويبقى لهم برامج تغذيه بقى كلها كبده نيه وبالحاجات دي وكرشه وبتاع. فهو يعني
كل الترندات دي بتجي لنا متأخر، زي في ترندات كتير قوي طبعا داخل علينا الأيام دي، مش وقتها نبقى نتكلم عليها في وقت تاني. بس كنت والله كنت النهارده كنت هكتب حاجة عن اللي هي التوكسيك ماسكلينيتي، يقول لك ان الرجالة ايه، بتقع نفسها رجالة، ان انت ما ينفعش تقول لابنك استرجل، عشان كده لا ده كده كده انت رجولة سامة، انت فاهم ازاي؟ حاجات كتير قوي بتوصل لها متأخر، ومشكلتنا ان احنا بنقلد واحنا مش فاهمين احنا بنقول ايه. فيا ريت يا جماعه اقروا عن العلوم، يعني ما تخلوش لو في حاجه غير الطبيعي، الطبيعي اللي هو اللي انت عارفه واللي هو الفطري اللي مفروض مع كل الناس عارفاه، اول ما تلاقي حاجه كده روح اقرا عنها. يعني دايما لما كنت شغال في الصحافه كنت دايما بحكم على الخبر بحاجه اسمها too good to be true too bad to be true، يعني اللي هو حاجة كويسة قوي لدرجة ان انت مش متخيل انها تبقى معقولة دي حقيقة، ده حاجة جميلة جدا. اول ما تحس الاحساس ده ناحية حاجة روح دور عليها على طول، و90% هتطلع كده، او too bad to be true اللي هو خبر وحش قوي ما تتوقعش ان هو ممكن يحصل، وانت فاهمني، فتروح تدور عليه برضو تلاقيه غلط. فلازم تدور وتشوف بنفسك الخلفية العلمية بتاع اللي بيتكلم ده ايه الحقيقية مش المعلنة، خلي بالك، عشان كل بتوعي اللي هم بقى بيطلعوا في يوتيوب وبيطلعوا في السوشيال ميديا كلهم معاهم شهادات ما تعرفش جايبينها امتى، بس هل هم معاهم فعلا الشهادات دي ولا لا؟ هل الاماكن اللي هم بيقولوا خدوا منها الشهادات دي هل حقيقية اصلا ولا لا؟ هل اللي بيقولوه دوت مدعم بدراسات فيها أبحاث سريرية على عدد كبير وحقيقي ولا لأ؟ مش دراسة واحدة ويقول لك هي دي الدراسة، يعني مثلا دراسة يقول لك مثلا إيه أصل الويد ده غلط، طب ما في 30,000 دراسة تانية بتقول لا الويد مش غلط وبيعالج وكويس للصرع وكويس لمعرفش إيه، دراسة مثلا تقول لك لا أصل اللبن معرفش مال، طب في 40,000 دراسة تانية لا بتقول أصل اللبن ما فيهوش أي حاجة، فهتصدق واحدة ولا تصدق 40؟ بالظبط. بعدين في طبعا دراسات حاجات اتفضل. أنواع، يعني في دراسة بتتعمل على البشر مثلا بيجيبوا 30,000 ولا 100,000 واحد ويقيسوا عليهم التجربة بتاعتهم، أو ناس بتروح تقعد على مكتب كده، تعالى أنت رجلك مكسورة؟ أه. كنت بتشرب لبن؟ أه. طب امشي اللي بعده. إيه ده أنت رجلك مكسورة؟ أه. بتشرب لبن صح؟ أه. يبقى بس كده، يبقى اللبن بيسبب بيسبب هشاشة. كسر، ده كلام فاضي طبعا، بالظبط. دي طريقه غير علميه في قياس، في القياس او معرفه النتائج، لانها ملاش دعوه خالص. دي اسمها ان الدراسات الترابطيه، وفي اغلب الاحيان بيربطوا حاجات بحاجات. يعني اقول لك الناس اللي بتقولوا اللبن غلط، طب ما تكملوا الدراسه خليكم كده جدعين، الدراسه دي بتقول ان الطلاق بيحصل بسبب شرب اللبن. مثلا اقسم بالله في نفس الدراسه دي اللي هم الشيزوفرينيا، ما تقول لي البتاع كامله، يعني انت مكسوف مثلا، لا ما هو مش هيقول لك الكلام اللي مكتوب في الدراسة فعلا. فهو مش هيقول بقى الكلام اللي هو عشان ما حدش يشتمه ويقول بقى اي كلام تاني. انا في قصة اصلا حصلت زمان برضو على موضوع الدراسات دوت اللي هي بتروج لمنتجات معينة. كان لغاية فترة قريبة الفطار الامريكي ما كانش فيه لحمة خالص، انا كنت حتى اتكلمت عن الموضوع ده في الفيديو يعني. فجه ناس عندهم مزارع خنازير قالوا لا احنا عايزين نبيع اللحمه دي، عايزين ندخلها في الدايت الامريكي اكتر. فراحوا جايبين واحد بتاع بي ار ودعايه، الراجل دوت اصلا تقريبا ابن عم فرويد، وقالوا احنا عايزين نبيع اللحمه دي، عايزين ندخل اللحمه دي في حياه الامريكان. فراح رايح مكلم كام دكتور قال لهم انا عايز دراسات وعايز تصريحات منكم بتقول ان اكل اللحمه في الفطار مفيد جدا، وان الفطار ده اهم وجبه في اليوم ولازم الناس تاكل لحمه فيه. فطبعا ايه اكتر لحمه متوفره كانت الخنازير اللي هي البيكن. فلما انت تلاقي خمس ست دكاتره طالعين يقولوا لك ده بص ده اللحمه دي مهمه جدا لازم تاكلها الصبح، الطبيعي ان انت هتدخلها، ومن يومها البيكن جزء اساسي من البيك بريكفاست اللي هو الفطار اللي بيفطروا الصبح اي مكان دلوقتي في امريكا، هو البيكن دوت جزء اساسي من الفطار.
ايه اللي عمل كده؟ الدعايه اللي اتعملت ساعتها، لان هو اصلا مدفوع له عشان يعمل المصلحه دي، راح دفع، هو دفع له وهو راح دفع للدكاتره، والدكاتره طلعوا دراسه جميله، لا يا جماعه اتفضلوا. طب ما زمان كانت السجاير كانت عاديه جدا، مثلا السجاير كانت عاديه جدا، وكان في ناس بتقول ان السجاير اصلا صحيه وما بتعملش حاجه في فتره من الفترات. بالظبط. هو انتوا فاكرين السجاير انتشرت ازاي؟ ما هي انتشرت برضو بدراسات، بس دراسات غير دراسات، في دراسة واحدة مدفوعة وفي 30,000 دراسة تانية معمولة غير مدفوعة. البروباجندا بتتعمل بالفلوس، لكن الناس اللي شغالين في علم حقيقي دول ما بيعملوش عشان الفلوس، دول بيعملوا فعلا عشان مصلحة الناس. في أي حد من الموجودين عندهم أي سؤال؟ أي سؤال؟ أي سؤال قبل ما نقفل؟ أو لو كابتن مصعب بقى عايز طيب أنا عندي سؤال يا مصعب، إزاي نراقب أو نعرف إن إحنا ماشيين على الطريق الصحيح في الدايت؟ ازاي نعرف ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح في الدايت؟ انا دايما بقول احنا نتابع بالصور، مش بنتابع بالميزان، مش بنتابع بالمقاسات، لان كنت طبعا عملت حلقة عن ان ممكن مقاسات تخرف معاك، ممكن الميزان يخرف معاك، بس في حاجات تانية عمرها ما تخرف، زي مثلا زيادة طاقتك. استحالة تكون انت ماشي على الدايت المظبوط وماشي بتقع على نفسك في الارض، لان في ناس ياما بنقابلهم يبقى ماشي يقوم هوب واقع في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله، شوفوا إيه ده، ماله؟ يقول لك أصل أنا ماشي على الدايت. فطالما أنت بتتمرن بقوة كبيرة، قوتك بتزيد، طاقتك بتزيد، نشاطك بيزيد، نومك بيتحسن، حاسس إن معدتك بقت خفيفة، خفيفة بمعنى إن أنت ما بتاكل، ما بقتش بتحس بوجع، ما بتحسش بتلبك، ما بتحسش أنت مش قادر. دي بقى العلامات اللي بنبص عليها. صحتي بتتحسن يبقى انا ماشي على دايت صح، صحتي نازله في الارض يبقى انا ماشي على دايت غلط. طبعا بقى بنتابع بقى بالصور وبالحاجات دي، نشوف التقدم في الصور اكتر من الميزان والمقياسات والحاجات دي. تمام. ايه افضل اكل للبري ورك اوت؟ افضل اكل انا بفضل ان هو يكون نوع من انواع الكارب البسيط، واللي برجحه خالص اللي هو الفاكهة. فاكهة فيها ألياف وفيها سكريات، الجسم بيمتصها بسرعة جدا، وبالتالي بيديني طاقة بسرعة جدا. البري ورك اوت يا جماعه اللي هو الاكل اللي قبل يعني قبل التمرين قبل التمرين. طب والبوست ورك اوت او اللي بعد التمرين؟ والله أنا بنصح إن هو على مدار اليوم تكون الوجبة كلها متكاملة، من بروتين لكارب لدهون. لكن لو في حد تمرينه تقيل قوي، بنبقى قبل البري ورك اوت بنديله وجبة كربوهيدرات عالية قوي من محسوبة من يومه، وبعد التمرين بقى كارب عالي. يعني احنا بقى بنوزع الكارب بتاعه كله على مدار اليوم على وجبتين اكبر قدر، قبل التمرين اللي بساعتين ثلاثة، وبعد التمرين مباشرة. دوت طيب زي الفل. طب في حد عامل ريكوست اهو، اتفضل اتفضل يا مش ام ان ام، اتفضل ام ام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا اتفضل. بكم، صراحه سبيس جميل جدا ومفيد، نشكركم يعني كامل الاحترام لكم انتوا الاثنين. انا بس عندي سؤال سريع للاشخاص اللي هم ممكن يكونوا معرضين للجاوت، الطريقه للتريننج معك للبروتين كونتنت كيف تكون؟ بس ده السؤال مسعد من بقى هو اللي مسعد بقى بس هو اللي خلاص. بيجاوب. والله بصوا يا جماعة، يعني الموضوع برضو يعني احنا على طول بنرجع للأصول، نرجع للأصول. الأصل هو إن أنا جسمي محتاج كمية معينة، فهنلف يمين شمال، هو أنا ليه كمية معينة في اليوم ما بقدرش أتخطاها لو أنا عاوز حاجة صحية بجد، لو عاوز أبني بناء عضلات، لو عاوز أبني مش عارف إيه. بالنسبة للبروتين، أنت أصلا كده كده في ناس بتبالغ في البروتين، ناس بتبالغ بمعنى إن أنا إيه، بسمع ان البروتين هو
اساس بناء العضلات، افضل اكل طول اليوم بروتين. انت الزياده بتترمى على الارض، يعني جسمك بيتخلص من الزياده ما بيستفادش منها بشيء. فانا باخد حاجتي، فانت لما هتحسب احتياجك بالظبط نفسك بتاكل بروتين قليل، فمفيش اي مشكله. لكن الفكره زي ما قلنا ايه اللي بتحتاجه على مدار اليوم. جميل. ايه طيب، انا سؤال، عندك اي سؤال تاني لا، يا باشمهندس؟ شاكر لكم جدا، شكرا لكم، يعطيكم حبيبي الله العافية، يخليك، شكرا شكرا نورت يا زول. الله يعافيك، شكرا. حبيبي. طيب معانا احمد راضي، اتفضل يا احمد. احمد راضي، ايوه يخش، لا اتفضل يا احمد، هو لسه على ما يوصل له تقريبا. انا مش عارف هو سامعني ولا لا، بس طب في سؤال في الدردشة بتاعت اه المتاحة، في واحد كاتب ما حل مشكلة عدم الثقة انا بسبب فعلا قلة عملت له الوعي؟ لايك عشان مستنيك ترد. انا فعلا طبعا الموضوع ده ملوش علاقة بالمجال بتاعي قوي، بس هو موضوع نفسي انت تقدر تكسره بانك توصل للنتيجة اللي ما تخليش حد يقدر يتكلم عليه. بس لا طبعا، وانا برضو هقول له حاجة لو هو سمعنا او هيسمع الكلام بعد كده. اولا لازم قبل اي حاجة، بغض النظر شكلك ايه، وزنك ايه، صوتك عامل ازاي، طريقة كلامك عاملة ازاي، لازم تحب نفسك. بالظبط، ثانيا، انت دي طبيعتك، لازم تتقبل نفسك زي ما قلت، بس برضو لازم تبص على اللي انت فيه، هل بيضرك، هل بيضر اللي حواليك؟ لو بيعمل الحاجتين دول يبقى لازم تغيره، ما تستناش، ما تخليش التريقة بس هي اللي تبقى السبب اللي يحركك، او ان انت خايف من السخرية، او ان انت بتعمل ده عشان الناس. قبل اي حاجة اعمل اللي بتعمله عشان نفسك انت بس، نفسك فقط، عشانك انت بس. لو اللي انت فيه، الموقف اللي انت فيه ايا كان بيضرك او بيضر غيرك، يبقى وقتها لازم تغيره. بس في بالظبط. الاساس برضو مع الاخذ في الاعتبار ان لو حد مش عاجبه حاجة، لا خد صورة واديها له وبخليه يبروزها كمان عادي، بس انت، لان انت في الاخر ما بتعملوش، انت بتعمل لنفسك بس. في ناس الايام دي بيقولوا لا ده انت، احنا لا انت مت مت اسمه ايه دوت، لا ما تلعبش رياضة، انت الرجالة عادي، يعني ايه يعني الراجل لما يبقى تخين؟ وفي ناس تانية لا تقول لك ده الراجل، لا تسمع لدول ولا تسمع لدول. اللي انت فيه ده بيضرك وبيضر غيرك ولا لا؟ هيأثر على مستقبلك وحركتك وشغلك ولا لا؟ لازم تقعد تسأل نفسك الأسئلة دي، وفي الآخر لما تجاوب عليها هتلاقي نفسك هتعمل الصح. فما تخليش انت مش واثق في نفسك بسبب اللي حواليك، مش انت بس، الناس بتتعامل معاك ازاي. لو خليتهم يخلوا كلامهم، لو سمحت لهم يخلوا كلامهم حقيقتك، مش هتعمل حاجة في حياتك، وهتفضل طول عمرك ما عندكش ثقة، وشايف ان انت لازم تدارى، ومش عارف تتعامل مع حد، مش عارف تكلم تتقدم لحد، مش عارف تتقدم للشغل، مش عارف ليه؟ لان انت سامح لهم يخلوا كلامهم حقيقتك اللي انت عايش فيها، مع ان الحقيقة غير كده خالص، انت تقدر تعمل وتغير. فالصح تاني، حب نفسك وتقبل نفسك، وفي نفس الوقت قيم موقفك وشوف هل ده بيضرك وبيضر غيرك ولا لا. لو بيعمل الحاجات دي يبقى لازم تغير. يا رب تكون سامعني، ويا رب اكون شجعتك. هو سؤاله فكرني بتعليق شفته عندك برضو على بخصوص المساحة. كان واحد بيقول لك أنا عيلتي مش عايزة تغير من نظامها، وأنا عاوزهم يغيروا من نظامهم، بس هم مأثرين عليا، إزاي أتعامل حاجة شبه كده؟ طبعا هو السؤال يعتبر عكس سؤال الراجل ده، بس الاتنين هو واحد. أنا مش مطالب إن أنا أغير الكون، ولا مطالب غير إن أنا أغير من نفسي. بس سمعوا كلامي أهلا وسهلا، سمعوش كلامي اخد طريقي، ما اخليش حد ياخدني معاه. بالظبط، انت غير نفسك. انا مقتنع دايما ان الفرد اساس المجتمع،
عيلتك مجتمع، البيت اللي انت فيه مجتمع، الشارع اللي انت فيه مجتمع، الحي اللي انت فيه مجتمع، كل مجتمع انت الفرد اللي فيه، اللي لو غيرت نفسك وحد تاني اتغير بسببك كده انتوا غيرتوا الدنيا. فانت لو اتغيرت وكملت وعملت نتيجة وحد من العيلة تاني شاف النتيجة دي وقرر يعمل زيك كده انت عملت تغيير كبير جدا. فابدأ بالظبط بنفسك الأول، ابدأ ابدأ بنفسك بنفسك. وغيرها وامشي على نظام صحيح والتزم بيه وخليك قوي قدامهم، مش اللي هو ايه بتجيب ورا كل شوية، اللي هو ايه عملت الدايت ده اخويا دخل عليا بفرختين مشويين و30 سندوتش شاورما فرحت ضارب معاه، يا خسارة وقعت النهارده هعمل بكره. لا، انت لما توري له لا، ان انا مهما كان المغريات اللي انت معاك انا مش هعمل، انا مش هشاركك، وانا مستمر زي ما انا. يعني انا هنا في البيت بياكلوا عادي، يعني انا باكل اكلي لوحده وهم بياكلوا عادي، هم فعلا مبسوطين ان انا يعني مستمر للدرجه دي، ان الاكل بيجي. يعني انا لو تفتكر الاسبوع اللي فات حماه دخل بالكيف سي بالكي اف سي، كان جايب بتاعه فيها بتاع 30 قطعه، انا مش عارف جابها منين دي، 30 قطعه فيها كي اف سي ووينجز وبتاع، وما كلتش يعني بقول لك ايه، ما كلتش حته كده ايه اللي هو قد الصباع مثلا، ما دقتهاش. ليه؟ لان خلاص انا خدت قرار، انا عديت 45 فانا اتاخرت قوي في الخطوه دي، فعايز اعوض كل السنين ديت في ان انا السنه الجايه كامله اعمل تغيير حقيقي في حياتي، ويبقى موضوع ساعتها اكل كي اف سي بس هاكله مثلا ايه مره كل اسبوعين ثلاثه، وابقى انا حاسس بدل ما كنت باكله كل يوم، وبدل ما كنت بقعد اكل 10 قطع، لا انا هاكل حته وهتبقى كفايه عندي وتبقى مكافاه. ده الفرق، انت بتبوظ الدوبامين في دماغك بكتر الاكل، بتخلي الفيديو بتاع النهارده على فكره لازم تشوفوه يا جماعه، فيديو نزل النهارده على القناه لازم تشوفوه، حتى انا عملت له تويت هنا على موضوع الدوبامين ده، انت بتبوظ نظام المكافآت بدماغك في جوه دماغك بالاكل الزياده والاكل اللي من بره والحاجات دي كلها، لازم تظبطوه تاني عشان تعيشوا احسن، غير كده هتبقوا كسلانين وهتواجهوا مشاكل صحيه كتير، وهتواجهوا مشاكل حتى في شغلكم، لان انتوا مع الوقت مش هتعرفوا تنتجوا زي زمان، كل سنة بالظبط بتصروا على الأكل غير الصحي كل ما إنتاجكم بيقل. إحنا معانا على فكرة حد كان نفسه يبقى في مساحة معايا، والراجل قاعد بقاله كتير فأنا لازم أدخله حتى لو هو مش عايز يتكلم هيتكلم برضو، المهندس حسام حمد منور هندسة، بعتلك انفيتيشن فلازم تشاركنا يعني. أنا مش عارف مش عايز تروح له ليه والله الصراحة، بس هو أكيد سمعنا، هو فتح بقى وبعد شوية، هو الراجل ده كان قال لي قبل كده أنا عايزين نبقى نفتح في مساحة مع بعض، نفتح مساحة مع بعض، ف مش عارف. طب في أي حد عنده سؤال تاني؟ أحمد دخل كذا مرة وطلع تاني أحمد راضي، فأنا مش عارف إيه الدنيا، عايز تتكلم ولا نقفل على كده يا جماعة؟ شوف يا أحمد، فيا ريت احمد وزاني يكون سمعني، والله انا يعني اتمنى ان هو الراجل يكون سمعني، لان الموضوع ده مهم وكنت نفسي اتكلم فيه، لان ثقتك مش المفروض تيجي من الوزن ولا تيجي من طريقة الكلام، تيجي من علمك، تيجي من شخصيتك انت نفسك. طيب اتفضل سؤال تاني. تفضل. وادي احمد كمان عشان ايه، تفضل يا احمد. السلام عليكم. مرة وعليكم تانية بس عندي السلام. سؤال سريع، لو عايز تنقص البطن الكرش، يعني شوية اللي هي الكرش اللي مش كبيرة خالص، يعني الكرش اللي بتكون مع جسم الفت، لو عايز تعمل لها سبيسيفاي بس تحديدها هي الوحدة، بحيث انك تنقصها من غير ما تنقص وزن الجسم معاه، ايه المطلوب من ناحية تغذية ورياضة يعني؟ شكرا. العفو، والله
أسئلتك حلوة في الصميم. طبعا في ناس كتير نفس التفكير، يعني 99% من الناس اللي بتعمل دايت أصلا هي تفكيرها إن أنا عاوز أفقد دهون البطن فقط لا غير. الكلام ده مش هيحصل ومش حقيقي. ليه مش بيحصل ومش حقيقي؟ أنا جسمي كله مليان دهون مش بطني بس. أنت فاكر إن بطنك بس مليان دهون؟ بالعكس، أنت فيه في رجلك وفي صدرك وفي كتفك وفي ظهرك وكل حتة. على حسب جيناتك هيختار ياخد منين الأول للآخر، بمعنى في ناس بتحرق الجزء السفلي الأول بعد كده بيحرق الجزء العلوي، في ناس بيحرق الجزء العلوي بعد كده الجزء السفلي، في ناس بقى جسمهم يفضل ياخد من هنا شوية من هنا شوية من هنا شوية من هنا شوية، فلما تخفض دهون جسمك كلها ككل تفضل مستمر بتلاقي بطنك نزلت، لكن إن أنت عاوز تنزل بطنك لوحدها بس ما بيحصلش ومش هيحصل، دي طبيعة الجسم البشرية. اوكي، يعني استمر في البرنامج الرياضي بتاعي للجسم كله من غير تركيز على عضلة واحدة زي البطن يعني. بالظبط، تفضل مستمر على الدايت بتاعك وتمارينك زي ما هي، هتلاقي جسمك بيفضل يخس من أماكن معينة تانية، وممكن في الآخر خالص حسب جيناتك هتكون هي البطن دي آخر حاجة في النهاية. بالظبط. اوكي، انت عارف thank you so اصلا، much. انت عارف اصلا انا اول ما بدأت الدايت فبسأل مسعد فبقول له هو انا ما بلعبش بطن ليه؟ قال لي ان انت لو لعبت بطن العضلات هتزيد تحت الكرش فهتزود محيط البطن، فمش هنعرف نقيس. اولا هو مش هيعرف يقيس، مش هيعرف مقاساتي ونسبة الدهون قد ايه بالظبط، وثانيا هيبقى شكل البطن كبير واكن يعني الكرش ما بينزلش، بس هو في الحقيقة الدهون بتنزل، بس هو العضل عمال يزق من ورا الدهون. فزي ما مسعد قال لك، استمر في الدايت بتاعك، العب الاوزان بتاعتك عادي وروح الجيم عادي، وهي مع الوقت هينصرف، ما تقلقش العفريت بتاع الكرش ده هيروح. طيب، معنى كده انه انا اوقف تمارين البطن، لانك انت ذكرت انه العضلات من الداخل بت 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 بتعمل العضلات المحشوه دهون على الخارج، يعني بتتفخ البطن ومن اعمل جوه العضلات. بلانك وفاكيوم. انت تلعب يا مسعد. بلانك بس، حلو جدا، والفاكيوم زي ما والشالك بس، ما تلعبش بقى تمارين بطن عليه، تلعب تمارين كرانشات خفيفه وكده، بلاش كرانشات تلعب والكلام ده. بنش بريس، تلعب ديد ليفت، تلعب سكوات، كل ده هيحرق معاك في البطن كويس جدا. اوكي، ثانك يو سو ماتش يا شباب، شكرا مع لكم. السلامة. السلام يا حاج. السلام. السلام. باشمهندس حسام حبيبنا. ممكن حسام يكون عنده. طيب خلينا مع القطقوط. قشطة. السلام عليكم. ماشي، عليكم اتفضل السلام. اتفضل. ازي حضراتكم؟ بس هو انا كنت في فتره من اولا الحمد لله وزني كويس وعجبني وكل حاجه، بس انا جيت في فتره العضلات عندي ضعيفه جدا واعصابي ضعيفه جدا، فنزلت فتره ما في الجيم يعني من حوالي سنه، فهي صراحه الكابتن كانت مركزه قوي في ان انا العب كارديو على طول، قالت لي في الاول محتاجين ننزل دهون وانتي تاكلي بروتين كتير. فانا صراحه ليا فتره سايبه الجيم بسبب الدراسه وبسبب ان انا مش بكون فاضيه صراحه اني اروح وكده، وفي المقابل صراحه انا اكلي الى حد ما كويس الحمد لله، يعني انا اصلا طبيعه اكلي بحب الاكل الصحي او كده، ماليش في الفرايد ولا الكلام ده خالص خالص، بس ممكن مثلا في مره اجي مش بكون واكله خالص طول اليوم مثلا، واجي اخر اليوم مثلا اكل فرايز مثلا يعني اكلها وانام. ف مش عارفة صراحة هل ان انا مثلا افضل ماشية على نظام معين او كده، ان انا اصلا ممكن مثلا فطاري يبقى مثلا 7 تمرات كوباية نسكافيه، في نص اليوم باكل بروتين. انا صراحة نظامي ملخبط شوية، ان انا مش ماشية اصلا، ان انا ممكن محافظش على الفطار خالص، ممكن يبقى وجبة غدا واحدة بس في اليوم، فالدنيا ملخبطة خالص. وفي المقابل حاليا مش عارفة انزل جيم خالص، ف مش عارفة صراحة ان انا وانا جسمي قبل الزيادة، يعني انا طبيعي وزني لو سبت نفسي لا هزيد عادي، بس الحمد لله لحد ما انا بحافظ على الموضوع ده، فمش عارفة مقابل ان انا مش بنزل الجيم فاعمل ايه في نظام اكلي او كده. وشكرا. العفو، نورتي. طب بتفضل انت الاول بقى مصر. بس انت بقى خليك معايا، لو نسيت جزئية انت فكرني انت ما بتكلمش جزئية.
ايش هنتكلم تمام في الأول في قصة الكارديو. المدربة قالت لها أنت لازم تلعبي كارديو عشان تحرق دهون. أولا إحنا قصة الكارديو بس إن هو يحرق دهون دي خرافة. لما إحنا بنلعب كارديو بس فقط لا غير بيحرق عضلات مع الدهون. يعني لو أنا هنزل 3 4 كيلو نقول نصهم دهون نصهم عضلات، أنا أفضل نظام تدريبي يخليني أحرق من الدهون أكتر واحافظ على عضلاتي او اكبرها ان انا ادمج تمارين الكارديو مع الحديد ويكون الحديد اكتر من الكارديو. يعني مثلا ويلش نظامه التدريبي على حسب، هو ممكن يكون بيقعد في ساعة ولا حاجة بس في 5 دقائق كارديو. يعني انا بلعب حديد ساعة خمس دقايق بالظبط. قصاد 5 دقائق كارديو، لو كنت انا بلعب ساعة كارديو قصاد 5 دقائق حديد انا كده بسقط عضلاتي ببوظ جسمي. فقصة الكارديو بس دي خرافة، مش عايزة تموت في الصالات الرياضية، عاوزة ماشي تحرق دهون بجد وتبني عضلات، أو تحرق دهون عامة وشكل جسمك يبقى كويس ومشدود. خلي تمرين الحديد هي الأساس والكارديو المساعد جنبها. ده بالنسبة للكارديو. التغذية بقى. بالنسبة للتغذية أنا ما بعرفش أقول 7 تمرات ولا 8 تمرات ولا طبق رز ولا معلقتين، ما اعرفش، ان الولش عارف احنا ناكل بالميزان، لازم كل الاكل يكون موزون. فبالنسبه مثلا للتمر والنسكافيه، يعني ده مش فطار صراحه، ده كله سكر في سكر. الحاجه الوحيده اللي ممكن تستفيد بيها الالياف، ولكن ما ينفعش جسمي خاصه الصبح لازم يكون فيه بروتين. وانا بفضل البيض لانه افضل وانقى مصدر بروتين ينفع بروتين للصبح، جسمي بيمتصه بسرعه بيمتص بسهولة نستفيد منه. بالنسبة وجبة في اليوم ما ينفعش، لازم، لأن أنا مش معترف إن في حد يقدر يكفي يحتاج جسمه كلها في وجبة واحدة، لازم يكون 3 4 على حسب يومك، على الأقل خالص 2 بس يكونوا كبار مليانين خضروات وفاكهة وبروتينات ودهون. فأنت متخيلة الكمية دي برضو في وجبتين هيبقوا كتير، بس كتير. لو اليوم يسمح ماشي، ما يسمحش يبقى احنا في اليوم 3 وجبات صغننين كده حلوين مليانين عناصر غذائية. يكون في وجبة سناكس، أنا بفضل المكسرات لأن الدهون الصحية ليها دور كبير جدا في خسارة الدهون وفي حماية القلب وصحة القلب. بالظبط. هو بصي، يعني هو بالنسبه للتمارين في البيت، انت اولا مش محتاجه الجيم عشان نبقى، بالظبط، انا محتاجين عن نفسي اهو، انا بلعب في البيت، جايب الحاجه بتاعتي وبلعب في البيت. فانت لو جبتي اوزان خفيفه جدا، ما بنقولش برضو ايه الحديد تشيلي بقى اوزان وبتاع. بالنسبه ليكي عشان انت كمان لسه في الاول، وانت بتقولي ان اعصابك والعضلات ضعيفه شويه، فاتمرني باوزان خفيفه جدا، تكرارات كتير. حتى احنا كنا بنتكلم على ان التكرارات الكتير دي هي الخاصة بالتحمل، والاوزان العالية بتبقى خاصة بالتضخيم. فانت لو عملتي تكرارات كتير باوزان قليلة، وقللتي شوية من الكارديو، هتلاقي ان العضلات بتاعتك بتتحسن، تحملها بيبقى افضل، وفي نفس الوقت بتنزلي من الدهون. الكارديو بتاعك ما تزوديهوش اكتر من 10 دقايق مثلا، ويكونوا لو انتنسيتي، يعني اللي هي حاجه كده ايه، ما اللي هي مش يعني في كارديو زي الهيت مثلا، بتعملي 5 دقائق الواحد بيبقى عايز ينام اسبوع. لا بالظبط. بلاش، لكن هو 10 دقائق حاجات خفيفه تسخن بس الجسم، وتعمل يعني الاوتار تتشد كده، ونعمل استرتشات وبتاع، وبعد كده اوزان خفيفه، تكرارات كتير، وكل يوم. يعني انت ممكن تبدأ في الاول يوم ويوم، وبعد كده تخليه كل يوم قد ايه بقى، نص ساعة. يعني ما بقولكيش برضو تقعدي ايه، تقعدي ساعة بقى وتعرقي وتبقي مش قادرة. نص ساعة عشان تستمري. انا بقولك ليه نص ساعة دي، عشان تستمري، عشان تبقي تاني يوم جاهزة ان انت تلعبي تاني، مش التاني يوم تبقي مش قادرة اصلا تعملي تمرين واحد. فهي نص ساعة، وبعد كده لما جسمك يقوى بعد 2 3 شهور مثلا، هتلاقي نفسك بتلعبي ساعة مستريح جدا. بالنسبة للأكل، دخلي خضار كتير، خلي الخضار جزء أساسي من كل وجبة، كلي وجبات صغيرة على مدار اليوم.
بصي حاولي تعمليها بأي شكل، يعني حتى لو كنا بنتكلم عن لانش بوكس من شوية، وان هو مش عيب. انا لو انا شغال من المكتب، انا لما انا كنت شغال من المكتب كنت باخد معايا لانش بوكس كل يوم. فلو انت بتخرجي كتير او شغلك او الكلام ده، اعملي لانش بوكس. ما بتخرجيش، جميل زي الفل، 4 مرات في اليوم تاكلي كل وجبة يكون فيها خضار، يكون فيها بروتين. بتاكلي مثلا فاكهة مرة في اليوم زي ما مصعد قال، البيض الصبح جميل جدا، تقدر تعمليه بمعلقة زيت زيتون زي أومليت كده مع شوية خضار، عظمة، وتاكليه بالمعلقة بس كده. طيب تيجي معلش سؤال، موضوع ان انا مثلا انا مش بعرف اكل العيش خالص يعني، والرز برضو نفس النظام، ليا مثلا 3 سنين مش باكل رز حرفيا، يعني مش مستسيغاه ان انا سبته فترة فخلاص لا مش عاوز اكله. جه برضو فترة قالوا لا لازم تاكلي، ما ينفعش ان انت تمنعي الحاجة خالص. لا لا لا، ما هو مسعد بقى يقول لك الكلام ده. يعني كنا بنتكلم في القصة دي، ما ينفع نستبدل أي حاجة مكان أي حاجة، ونضارة المفروض يمشي على هوايا أنا، مش هوا أي شخص. بالظبط بالظبط. انت عارفه انا مش عارف انت سمعتي من الاول، لا بس انا يعني في الاول اول دايت مثلا قلت لمسعد انا هو انا لازم اكل صدور فراخ، ده انا بيقولوا صحيه وبتاع. قال لي لا لا عادي، مين اللي قال لك كده؟ كل اي حته في الفرخه، اي حته عايزها كلها في نفس الوزن. جيت في يوم تاني كان انا عندي يوم باكل فيه لحمه، فقلت له طب انا عندي كبده وانا بحبها، ايه رايك؟ قال لي كلها بدل اللحمه. جيت في مره قلت له انا عايز الجدول الجديد يكون فيه سمك، قال لي نحط لك سمك. فمفيش حاجه اسمها لا ما ينفعش تاكل ده ولازم تاكل ده. طب بتاكلي مثلا المكرونه لا برضو خالص، لا برضو؟ يعني عشان سبتها فترة لما رجعت كلها بتعبتني. ما هو انت على لسه كنا بنتكلم في ده برضو، ان الناس مثلا تقول لك لا اصل اللبن بيضر، مضر بالصحه. الموضوع على حسب انت معدتك بتاكل ايه او بتهضم ايه، فما فيهاش ملاش ما مش لازم هقول لك بقى لا لازم تشربي لبن عشان انت عشان ده مفيد، او ما ينفعش تشربي لبن عشان ده مضر. كل حاجه ليها بديل، وممكن يعني ممكن دلوقتي مساعد يديكي بديل للكاربس بتاعت الرز زي الكينوا. طب كلتي كينوا لا صراحة مجربتهاش. بطاطس؟ مثلا كارت بطاطس اه لا باكلها عادي دي. طيب خلاص، بطاطس مكان الرز. اقول لك على طريقة بطاطس والله عملتها انا، بعملها جامدة جدا 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 وهتعجبك. ماشي هاتي بطاطس صغيرة واسلقيها، وبعد كده بعد ما تسلقيها طلعيها، عشان انت قلتي لي بتحب الشيبس يعني، طلعيها وبعدين بكوباية كده ايه دوسي عليها، خلي البطاطساية تتبطط كده، تمام. ودهنيها زيت زيتون وحطي عليها ثوم مفروم، ودخليها الفرن شوية يعني ايه لغاية ما تتحمر كده، طعمها عالمي فوق العالمي بشويتين. لا خلاص نجربها ان شاء الله. والله العظيم جامدة جدا جدا جدا. طيب معلش اخر حاجة، بالنسبة للتمارين يعني الكارديو هيبقى في الاول بس، يعني بين التمرينة والتانية ما عملش كارديو صح؟ الكارديو بعد تمرين، وبرضه انا اسف مسعد الصحاح يعني، ايه يا باشا، انت الكارديو بقيت بعد استاذ دلوقتي. حبيبي الكارديو بعد تمرين الوزن، يعني بعد ما تشيل الوزن او تعملي اللي هي الاوزان تعملي كارديو بعديها. خلاص يعني شكرا، ربنا يخليك. وهو برضو مسعد هيقول لك ليه، لا انت بقى العلم عندك في الحتة دي. بالظبط، هو بس لازم تفهمها ان في حاجه اسمها الكارديو، في حاجه اسمها التسخين. التسخين ده اللي هو اه بسخن كده جسمي، يبقى مفاصلي في حركات بسيطه، مش اللي هو ده بيكون قبل التمرين عشان يتهيأ للتمرين ما يحصلش اصابات. لكن الكارديو اللي هو الكارديو معناه الحقيقي بنخليه بعد التمرين، بحيث ما ياخدش الطاقه الكبيره اللي انا المفروض اتمرن بيها في التمرين الحديد. التمرين الحديد لازم ادي فيها بقوه، فلو اتمرنت الكارديو الاول يبقى انا طاقتي ضعفت، فهخش اتمرن تمرين اي كلام. انا المفروض اخش احط كل طاقتي في التمرين بتاع الحديد، بعد كده بديها بقى شويه كارديو بعد التمرين. بالظبط بالظبط. تمام. طب هو انا ازاي اعرف اصلا ان الوزن ده الانسب او كده يعني؟ صح، ده سؤال الوزن جامد جدا والله. الوزن المناسب، الوزن المناسب للتمرين ولا وزن الجسم المناسب؟ الجسم نفسه. الجسم. ما فيش حاجه اسمها وزن مناسب، في اسمها نسبه الدهون المناسبه. نسبه الدهون اللي هي بتبقى من 20 ل 25% للنساء. طبعا في ناس سالتني برضو اعرف ازاي نسبه دهوني، اولا في معادلات، يعني انا بشتغل بمعادلات،
عامله يعني شغل رياضه كده، في ناس مش عايزه بقى توجع دماغها، يا اما بتروح تعمله على ام بادي، بس يكون في مكان محترم، جهاز متقدم، الجهاز ابو 5 جنيه اللي في الصيدليه ده غير منطقي اصلا، مش هقول بقى مظبوط ده بخمسة غير وأربعين منطقي. دلوقتي والله انا فاكر ان هو غير منطقي اصلا، بيطلع حاجات غريبه. احسن ام بادي اصلا موجود تقريبا في جولدز جيم وغالي، او يعني انا ممكن لو حد يعني برضه ويلش نزل بوست عندك اللي عاوز يعرف نسبة دهونه، احسبها له انا واقولها له في ارد عليه في كومنت. خلاص زي الفل. هعمل تويت دلوقتي بعد المساحة على طول، أي حد يكتب بس اللي عايز يعني يعرف الوزن المثالي أو نسبة الدهون بتاعته، هنقول له محتاجين إيه الحاجات الأرقام المعينة، وهو مسعد هيرد عليه بالنسبة الدهون اللي عنده. بالظبط، هو يشتغل ان هو ينزل آه. بنسبة دهون مش الميزان. آه. لأن هو زي ما هو قال، أنت احنا محتاجين نركز، هو ده الفرق يا جماعة، في حاجة اسمها وزنك ينزل وفي حد بينزل الدهون بس. بالظبط خسارة الوزن في العموم معناها ان انت بتخسر فاتس وبتخسر عضلات، فبالتالي ده خسارة وزن ضارة اكتر ما هي نافعة، لكن خسارة الدهون بس دي الخسارة الحقيقية اللي انت محتاج تركز عليها. معلش اخر حاجه، انا اسفه والله ان انا طولت. لا تفضلي. انا علشان سايبه التمرين بقالي حوالي كذا شهر يعني في الجيم وكده، ارجع العب بنفس الاوزان ولا العب مثلا لا بحاجه خفيفه في الاول؟ لا طبعا، ترجعي بالحمل التدريبي يعتبر الربع الأول. يعني مثلا كون الكابتن مثلا بتخليني اشيل بار مثلا 20 و20 او 30 و30 كده، فأرجع بنفس دوت ولا لا أقلل؟ لا خالص. استحالة ترجع عليهم أولا، ثانيا معدل الإصابة يكون عالي لو أنا عاوز أخش عليهم هم. فأنا لو كنت بشيل 30 و30 خلاص أرجع ب 10 و10 خالص وأشوف ماشي. الدنيا، ولو حسيت إن هم كمان تقال أو هيأذوني 5 و5، وبعدين هترجع أسرع. يعني هو اللي كان بيتمرن يرجع أسرع من اللي كان بادئ من الصفر أصلا. بالظبط. انت كمان لازم قبل ما تبدأي التمرين 10 دقايق إطالة وتسخين، ولو هتعملي، وعموما لو هتعملي تمارين خاصة بالجزء العلوي يبقى تركزي على الظهر والكتف في التسخين بأوزان خفيفة أو حتى من غير أوزان، وتعملي إطالة كويس، وبعدين تبدأي تمرين الوزن وتبدأي بأوزان قليلة. لو بتعملي للجزء السفلي مثلا الرجل والكلام ده، سكوات من غير أي حاجة خالص طبعا، من غير أي وزن، تعمليه بالراحة، تجري في مكانك، تنطي حبل، لا مش لازم تنطي حبل بس. مثلا انت كنت قلت لي على اسمه ايه، كان اسمه ايه اللي هو جامب، اسمه ايه جامبين جاك. جامبو بالظبط طلع عيني البتاع ده بعد تمرين الرجل، بكسحني خالص، خلاني أزحف من الجنينة للبيت. يعني حاجات ايه تمشي الدم في الجزء اللي انت هتشتغل عليه، وخصوصا لو بتمرني فوق تاني، حتى لو هتمرني باي او تراي او اي حاجة، الكتف مهم جدا، لان الكتف بطبيعته اصابته يعني وردة قوي، فلازم تسخنيه كويس وتعملوه اطالة كويس. ماشي، شكرا، ربنا يكرمك يا رب. حد عنده اي سؤال تاني يا جماعة؟ مفيش. أحمد بيسقف لنا. أنا حاولت والله يا أحمد أدخلك كذا مرة بس مش عارف ليه مش عايز تقبل. باشمهندس حسام معانا النهاردة ولا هتسمع بس؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله السلام وبركاته، وبركاته. كيفك يا زول؟ ازيكم؟ إن شاء الله بخير كابتن مزعد ويليش، حبيبي كيفكم؟ طيبين مستمتعين الله. والله بالحديث. حبيبي الله حبيبي أهلا يحفظك يا وسهلا، رب. حبيبي أهلا وسهلا، اللهم آمين يحفظكم كمان. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. أنا طبعا في الجانب ده حاسب نفسي إنه جسمي كويس، يعني ما زلت محافظ صامت، جدع، لكن فرصة الواحد يسلم عليكم وياخذ منور أخباركم. منور، الله يخليك.
تسلم. عايزين نرحب بكل الناس اللي موجودين وقاعدين مكملين معانا. زول بيزنس منور، واحد يومنا اخي لقيت الاسم، ومعانا زهرة ومعانا فاروق، وانا في حد خرج اول ما بدات اقول الاسامي. محمد، انس، وطبعا ام ام سألنا كذا سؤال جامدين جدا، اسراء منوره، زياد اهلا بيك، ويوسف، وهبه منوره. هبه فنانه جامده جدا يا جماعه. ومعانا فلاور، واخيرا امينه. اي حد فيكم عنده اي سؤال يا ريت يبعت ريكوست قبل ما نقفل، او خلاص كده بقى السهره خلصت، وان شاء الله المساحه هتبقى على البودكاست وهتبقى على يوتيوب بعد كام يوم، عشان تقدروا لو حد عايز يرجع لاي معلومات فيها تقدروا ترجعوا. وانا هنزل تويت دلوقتي عندي فيها الحاجات اللي مطلوبه من اي حد، او مسعد هينزل تويت عنده فيها الحاجات اللي مطلوب يعرفها عشان يقول النسبة المثالية للدهون، لأنه احنا زي ما قلنا مش موضوع الوزن أهم حاجة، النسبة المثالية للدهون. ومبسوط جدا ان انتوا كنتوا موجودين معنا النهاردة، نشوفكم على خير ان شاء الله مرة تانية في مساحة جديدة. ان شاء الله هنعمل مساحة هيكون فيها زول بيزنس، وهيكون فيها المهندس حسام، وكمان الدكتور عماد، عشان نتكلم على التسويق، ونتكلم على التسويق بالعمولة وكل الكلام دوت. إن شاء الله قريب جدا، إن شاء الله قريب جدا، بس نكون على تواصل إن شاء الله على الترتيب بإذن الله. كلمة أخيرة بقى الكابتن مسعد. والله أنا مبسوط جدا أنا كنت موجود النهاردة معكم، وكان أتمنى أن يكون في ملايين الأسئلة، ما بزهقش، تعرف انا بحب اصلا نتيجة الناس. في عبد واخويا بعت لي احلى لايف، ومن متابعين ولش يحبه جدا. حبيبي عبد، فانا كمان عايز اقول لكم برضو حاجة اخيرة اكدت عليها اتكلمت عنها في المساحة النهاردة، اكد عليها تاني. اهم حاجة ان انت تبقى متقبل نفسك جدا قبل ما تفكر في موضوع الوزن، او قبل ما تفكر في اي حاجة. تقبل نفسك الاول، وبعدين قيم وضعك، شوف انت اللي انت فيه دوت بيضرك او بيضر غيرك ولا لا. لو بيعمل الحاجتين دول يبقى لازم تغيره، يبقى دي البين بوينت بتاعتك. ما تستناش، ما تخليش حد تريقت حد او نظر حد ليك تبقى هي السبب ان انت تتغير، لكن انت نفسك شايف نفسك ازاي، هو ده اللي يبقى الدافع ليك ان انت تتغير. تقبل نفسك وقيم وضعك، هتلاقي حاجات كتير قوي اتغيرت عندك. ما تخليش كلام الناس يبقى حقيقتك، لكن انت خليك صريح مع نفسك، شوف بالظبط انت عايز ايه، وشوف هل انت اللي انت فيه ده بيضرك ولا لا. لو بيضرك يبقى لازم تغيره من غير كلام. وبس، اشوفكم المساحه الجايه. اوفر اند اوت.